بسم الله الرحمن الرحيم. الثلاثاء 2 مايو 2017. يا صباح الخير على حضراتكم بحلقة جديدة ويوم جديد من صباح دريم. النهاردة هنناقش موضوع نوهنا عنه بالأمس على صفحتنا على فيسبوك، ومن أول ما نوهنا عنه الحقيقة وإحنا بتجينا تعليقات كثيرة وأسئلة كثيرة جدا. هنتكلم النهاردة عن موضوع من سنوات طويلة نتحدث عنه بشأن قوانين الأحوال الشخصية وما يتعلق بحق الرؤية والاستضافة لغير الحاضن. إيه هي حدودها؟ الحقيقة الكل عارف أنه القوانين المنظمة لهذه العملية، عملية الرؤية، هي كثيرة، هي مش قليلة، لكن الواقع والتجربة الحقيقية بتقول أنه القوانين شيء وما يتم تنفيذه على أرض الواقع شيء آخر. السنوات الطويلة الماضية فيها أمثلة وقضايا وقصص كثيرة جدا سمعنا عنها، بنسمع عنها طول الوقت. أم تمتنع بعد الطلاق طبعا والانفصال، تمتنع أنها تمكن الأب من رؤية أبنائه، أو العكس، أب يبقى عايز يعند مع طليقته فيخطف منها الولد أو البنت، أو بيحاول بقدر المستطاع أنه يغير مثلا مكان الاستضافة، أو ياخد الولد يطلع بيه على مكان تاني وينشف دم الأم ويرجعه لها تاني يوم. قصص كتيرة جدا الحقيقة. المحاكم المصرية مليانة مليانة بآلاف القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية. حبال المحاكم احنا عارفين انها طويلة جدا، على بال ما تاخد حكم وعلى بال ما يتم تنفيذ هذا الحكم، دي كلها سنوات طويلة قوي. في النهاية هذا العناد وهذا الصراع بين الأم والأب ليه ضحية واحدة بس في هذا المجتمع، الابن أو الابنة. الابن قبله أو الابنة اللي بينشأ من وهو صغير سامع كلمة محكمة والقاضي وباباك وحش، لأ مامتك قاسية، لأ معرفش إيه. فده الحقيقة بيخلق يعني جيل ونشأ طبعا طبعا لا يمكن يكون سوي نفسيا، مستحيل. عايزين النهاردة نتكلم على ده في ضوء جديد في هذا الموضوع. إيه الجديد اللي هنتكلم عليه النهاردة؟ هو إنه الهيئة البرلمانية لحزب الوفد قدمت ودرست مشروع بيتكلم على ما يعرف بحق الاستضافة وإنه يكون بديل لحق الرؤية. بيتكلم على شروط وقواعد جديدة للاستضافة والحضانة والسن المناسب ليها، ووضع عقوبات تكون رادعة لمن يخالف تنفيذ بنود هذا القانون. عن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب الوفد إن شاء الله بإذن الله هتكون فقرتنا الرئيسية النهاردة اللي هنفرد بيها مساحة الحلقة، الفقرة الرئيسية كلها هنتكلم في هذا الموضوع. هنفتح الاتصالات وناخد كل آراء حضراتكم، رأيكم إيه. إحنا بنتكلم في الطبيعي إنه أعتقد 17 سنة هو السن اللي الطفل فيه بتذهب حضنته إلى الأب، إلا إذا تم تخييره من قبل القاضي، تحب يا حبيبي تقعد مع بابا ولا مع ماما. ودي برضو قصص شفناها وبنشوفها كتير جدا في المحاكم، وهنا برضو بتبقى صعبة قوي، لأنك أنت أكيد متوقع أنه الولد إما أنه بيتم استمالته عن طريق الأم وأهلها، أو العكس، أو عن طريق الأب. وأنا بحاول أكون موضوعية على قد ما أقدر، وحاول النهاردة أكون موضوعية الحقيقة بقدر المستطاع في مناقشة هذه الحلقة. يا إما الحل الثاني اللي بيتكلم عليه مشروع قانون إنه تغيير بقى سن الاستضافة ونخليه 9 سنوات، إنه ابتداء من 9 سنوات يحق للأب بحق هذا القانون إنه يستضيف الطفل الابن عنده، يقعد معاه، يبيت معاه، ياخده، يبقى ليه الحق إنه هو يسافر بيه، يروح ويجي بيه. ما يبقاش الموضوع مقتصر على 3 ساعات كل أسبوع، تقريبا بتبقى الجمعة، يوم الجمعة في حديقة بقى، ولا في الشارع، ولا على الرصيف، ولا في النادي، ولا ايا كان. يعني 3 ساعات وثلاث، يعني 3 في 4 12 ساعة، يعني نص يوم شهريا لو حسبتها الأب مسموح لي بحق القانون الحالي انه يشوف طفله 12 ساعة، يعني نص يوم في الشهر كله في 30 يوم. انا بعتقد طبعا في حاجات كتيرة جدا محتاجة تتغير، وفي سلوكيات ومعاملات محتاجة تتغير من طرف الأم والأب الحقيقة، الاتنين على حد سواء. لكن برضو عايزين نسأل بمنتهى الصراحة، هل من الطبيعي أن أنا أخد الطفل من حضن أمه أول ما يتم 9 سنين ويبقى حق الاستضافة؟ طب ولو الأب استخدم الحق ده بشكل خاطئ هنعمل معاه إيه؟ القانون هنا هيعمل معاه إيه؟ هنتكلم في هذا الموضوع المهم جدا إن شاء الله النهاردة، ونناقش ما يتم طرحه بالفعل في البرلمان، مشروع القانون الجديد المقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بخصوص حق الاستضافة كبديل عن قانون الرؤية المعمول به حاليا. ضيوف فقرتنا اللي هنورونا هيكون معانا إيمان فوزي، وهي أدمن صفحة اسمها لا للاستضافة وحقوق المرأة والطفل،
هيكون معانا استاذ احمد شوشه مقرر الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد، وهيكون معانا الاستاذ علي صبري المحامي، والاستاذه شريفه حمدي المتحدثه باسم حمله التمرد ضد قوانين الاسره. تابعونا وفي انتظار تليفونات حضراتكم. لكن الخبر اللي صحينا عليه جميعا فجر اليوم، او اللي كان سهران امبارح طبعا للاسف نام على هذا الخبر الحزين، الخبر الذي يتحدث عن استشهاد ضابطي شرطة وإصابة ضابطي شرطة وأمين شرطة، ده الاستشهاد ضابطي شرطة وأمين شرطة وإصابة خمسة آخرين في كمين على الدائري بمدينة نصر. الخبر كما خرج من وزارة الداخلية أنه مسؤول مركز الإعلام الأمني بالداخلية أكد أنه حوالي الساعة 11:45 من مساء أمس قامت عناصر مسلحة بيستقلوا سيارتين بالاقتراب من القول الأمني المتحرك أثناء مروره في ميدان محمد زكي، وده في طريق الواحة بتقاطع مع طريق الدائري دايرة قسم شرطة أول مدينة نصر. وقامت طبعا دي عربية الشرطة اللي تم إطلاق استهدافها وإطلاق النيران على القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية. ده طبعا هذا المشهد أسفر عن استشهاد كل من النقيب محمد عادل وهبة السيد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، والنقيب أيمن حاتم عبد الحميد رفعت من قوة مباحث قسم شرطة عين شمس، وأمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة. وإصابة خمسة من رجال الشرطة والجثامين والمصابين تم نقلهم إلى المستشفى، وقوات الأمن حاليا تتابع السيارتين للعمل على ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. نحن نشوف مع بعض الصور، الحقيقة المصريين كلهم تداولوها. خلينا نبدأ بصور النقيب محمد عادل وهبة السيد، لأنه مع الصور الحقيقة في كمان بوست كان كاتبه على صفحته على فيسبوك قبل استشهاده بساعات قليلة. هذا هو النقيب الشهيد بإذن الله محمد عادل وهبة السيد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة. الحقيقة أنه النقيب محمد عادل قبل استشهاده بساعات قليلة كتب بوست على فيسبوك مؤثر جدا، وربما هو الأكثر تداول وانتشارا الآن على صفحات التواصل الاجتماعي. الكل بيعمل له شير وبيقول بص الشهيد ده سبحان الله كان حاسس انه، والله أعلم طبعا، بس كان حاسس انه هيستشهد. كاتب بيقول بص للي اتدفن قدامك وقول فاكر، وقول لي فاكر زعل ما بينكم، والله ما في حاجة مستاهلة نزعل من بعض أو نشيل ونهري وننكد في نفسنا، اعفوا واصفحوا، دي الدنيا لحظة وهنقابل رب كريم، ويا بخت من قبله بقلب سليم. محمد وهبة الشهيد بإذن الله محمد وهبة. النقيب محمد وهبة كتب العبارات دي من ساعات قليلة، من كم ساعة بس كتبها وهو حي يرزق، كتبها وهو ربما بعدها كان بياخد تكليفه واقف في الكمين، واقف أسد، واقف بطل، واقف راجل بحقه حقيقي، واقف بيأمن، واقف بيشتغل شغله. الصور بتقول يعني ربما انه كان يقدر، او اسرته الكريمه كانت تقدر تنقله، ربما كانت تقدر تطلب ان هو يتنقل، ما يبقاش في كمين في الشارع مستهدف، ما يبقاش كذا، ما يبقاش كذا، يبقى يشتغل في مكتب، يتحول اداري ايا كان، خوفا عليه. لكن ظهرت الشباب دول عمرهم ما يعملوا كده ابدا، ده ينزل ويقف وياخد تكليف ويقف بشرف ويقف أسد لغاية الرصاصة ما تجيله ولغاية نقطة الدم ما تنزل وتتصفى، تتصفى على أرض الوطن. ده كان من كام ساعة بس حي يرزق كاتب العبارة دي، اعفوا واصفحوا، دي الدنيا لحظة وحنقابل رب كريم، ويا بخت من قبله بقلب سليم. كتبها وبعدها بكام ساعة بإذن الله هو دلوقتي عريس في جنة الخلد، بإذن الله هو دلوقتي بيقابل رب العالمين الرحمن الرحيم الكريم، اللي إن شاء الله يا رب يكون بخلي الملائكة، مسخر الملائكة إنها تستقبله في جنة الخلد. ده الشهيد محمد وهبة. الشهيد بإذن الله النقيب أيمن حاتم عبد الحميد رفعت. بصوا صور الشهيد، بصوا الضحكة والأمل والحب والطيبة والسماحة. ده مش كلام بنقوله على فكرة، يعني علشان في المناسبات دي نطلع نقوله، اقروا أصحابه كاتبين فيه، اقروا أصحابه وزمايله اللي خدموا معاه، اقروا المواطنين،
ده الشهيد ودي بنته الرضيعة، يمكن دلوقتي كبرت حاجة صغيرة هنشوف صورها. يعني في ايه كلام ممكن يتقال؟ يعني ذنبهم ايه؟ نشوف يا شباب الصورة اللي فيها بنته وابنه لو سمحتوا. يعني دول ذنبهم ايه؟ دول يتيتموا من اب شاب في مقتبل العمر، محب للحياة، محب لشغله، محب لبلده، بيخدم بشرف، واقف في كمين، واقف في تكليفه، واقف بمنتهى الفخر والاعتزاز حتى لو تعبان. ما هما بيبقوا تعبانين، ما هو نتكلم بصراحة، بيبقوا تعبانين وطلعان عينيهم وشغل بعدد ساعات غير طبيعي وعز الحر وعز البرد وكل حاجة، بس بيبقوا فرحانين من جواهم بده. عارفين ليه عارفين ان هما بيكونوا فرحانين من جوه؟ عشان الشهيد ده في حد ذاته هو نفسه لما واحد زميل ليه استشهد هو قال له يا بختك يا شهيد وهنجيب لك حقك بإذن الله، يا هنجيب لك حقك يا هنحصلك بإذن الله شهداء زيك. عشان كده بيبقوا فرحانين، لا أندال ولا بيخافوا ولا بيطلعوا يجروا. ده زهرة الشباب. النقيب الشهيد بإذن الله أيمن حاتم عبد الحميد رفعت من قوة مباحث اسم شرطة عين شمس، برضو من كام ساعة بس كان ضابط شرطة أسد بطل واقف في الكمين بيحمي وبيأدي مهمته، وكم ساعة وهو دلوقتي بإذن الله يا رب بإذن الله في جنة الخلد. أمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، آدي أمين الشرطة، آدي الأمنة اللي بنزعل منهم كتير بصراحة ونقعد نقول بس البلد لو من غير أمنة والبلد من غير كذا وأمناء الشرطة، آدي أمين شرطة واقف أسد وبطل، آدي أمين الشرطة نازل من بيته رايح يأدي تكليفه، يطلعوا أهله عليه يصلوا عليه صلاة الجنازة. أمين الشرطة الشهيد بإذن الله شعبان محمد عبد الحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة. يا رب هم وكل الشهداء التانيين، كل شهدائنا يا رب، القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وشهدائنا اللي كانوا بيصلوا في الكنيسة وشهدائنا اللي بيبقوا ماشيين في الشارع يتفجروا بقنابل، يا رب اللهم إن لا نزكيهم عليك ولكن نحسب أنهم آمنوا بك وبكتابك الكريم، ارحمهم برحمتك يا رب العالمين. أمين الشرطة البطل، ضابط الشرطة البطل، وضابط الشرطة المحب للحياة الجميل. زهرة الشباب ربنا يرحمهم ويحسن إليهم يا رب، ويصبر ويربط على قلوب أمهاتهم وأبائهم وأحبابهم وولادهم، بنت الشهيد وابن الشهيد إن شاء الله بإذن الله، ولاد النقيب الشهيد بإذن الله أيمن حاتم عبد الحميد رفعت إن شاء الله بإذن الله لما يكبروا إن شاء الله لو لينا عمر وقابلناهم في يوم من الأيام هنحكي لهم ونقول لهم أبوكم مات بطل على إيد أندال، يمشوا يضربوا بالنار ظباطنا وإخواتنا وولادنا وأهالينا في الكماين، ما لحقتش تفرح بأبوها. الله يرحمهم يا رب ويحسن إليهم ويغفر لهم ذنوبهم وسيئاتهم ودعوات المصريين. والحقيقة حالة الحب والتوحد اللي عند المصريين، الناس اللي بالليل كان سهران وقرى الخبر أو الناس اللي من الفجر النهاردة قرت الخبر، الناس كلها الحقيقة يعني عمالة تدعي لهم بالرحمة والمغفرة، والناس طبعا ترد عليك تقول لك احنا اللي ندعي للشهيد، ده هو اللي نقول ادعي لنا يا شهيد، ادعي لنا في جنة الخلد بإذن الله، في جنة الخلد يا رب إن شاء الله. مهم قوي ان احنا زي ما بنشوف الاخبار دي كمان نشوف اخبار قواتنا الامنيه الجيش والشرطه، اي عمليه الحقيقه بيظبطوا فيها الاندال الخونه دول، مهم قوي ان احنا نقول الاخبار دي لبعض عشان نشجع بعض ونحمس بعض، عشان ما يجناش حاله احباط، نفضل طول الوقت متحمسين. الحقيقه ان قوات انفاذ القانون تضبط 12 مشتبها به وتدمر 6 عشش بوسط سيناء. العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحه اعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انه استمرار لجهود القوات المسلحه في مداهمه وتمشيط مناطق مكافحه النشاط الارهابي وملاحقه العناصر التكفيريه والاجراميه، واصلت قوات انفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني توجيه ضرباتها القاسمه للبؤر الارهابيه والاجراميه بوسط سيناء.
وأسفرت أعمال المداهمات عن ضبط 12 مشتبه به في تنفيذ عمليات إرهابية. ما هو زي العمليات اللي بتحصل دي، زي العمليات دي، ودعم العناصر التكفيرية وضبط 2 محرك خارجي لقارب وعربة محملة بمواد إعاشة لدعم العناصر التكفيرية، فضلا عن حرق وتدمير 6 عشش و4 دراجات نارية. ده خبر كمان مهم قوي. امبارح كان عيد العمال طبعا 1 مايو، وده بيبقى عيد العمال بيبقى يعني متزامن في العالم كله. امبارح فرنسا الحقيقه استقبلت عيد العمال بشكل مختلف جدا، لانه كان في امبارح مظاهرات حاشده في شوارع فرنسا عن او ضد مرشحي الرئاسه. وعايز اقول لحضراتكم انه في الاول يعني على بالليل شويه كده لما الاخبار بدات تيجي ويتقال انه في مظاهرات حاشده في شوارع فرنسا، اتقال اعتراضا انه مارين لوبان اصلا وصلت للجوله القادمه واللي هي النهائيه في الانتخابات ضد ماكرون. بعدها الاخبار جت بتقول لك انه المظاهرات الحاشده في شوارع فرنسا دي جت اعتراضا على ترشيح الاثنين، انه الاثنين اصلا يوصلوا للجوله النهائيه. الشرطه الفرنسيه أعلنت عن إصابة ما لا يقل عن 3 من أفرادها، أفراد الشرطة، أحدهم حالته خطيرة إثر تعرضهم للرشق بزجاجات مولوتوف من قبل ملثمين في مظاهرة بباريس بمناسبة عيد العمل مناهضة لمرشحي الرئاسة إيمانويل ماكرون وماري لوبان. الشرطة أضافت أن قوات مكافحة الشغب ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وأنها راحت عزلت 150 ملثم تسللوا بين المتظاهرين في المسيرة التي جرت بين ساحتين. فرنسا أمس طبعا كان فيها مسيرات اللي هي التقليدية اللي بتطلع بمناسبة عيد العمال، لكنها جاءت مختلفة بالأمس وعكست طابع سياسي مع اقتراب الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم الأحد المقبل. المظاهرات دي الحقيقة كانت موجودة في عدة مدن فرنسية استجابة لدعوات حشدوا ليها ناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي هناك في فرنسا للتظاهر ضد حزب الجبهة الوطنية اللي بتتزعمه مارين لوبان، إلى جانب دعوات أخرى رافضة للمرشحين الاثنين. بقى قال لك لا ماكرون ولا لوبان، دي دلوقتي هم معترضين بقى بيقول لك يعني مش عايزين اصلا الاثنين دول، لا ماكرون ولا، وخلاص الجوله النهائيه اللي هي الفاصله يوم الاحد الجاي. فاعتقد انه الامور في فرنسا يعني ساخنه الى حد كبير جدا. عايزين نحكي لحضراتكم قصه سريعه في منتهى الاهميه، في منتهى الاهميه والخطوره. دكتور مصري، طبيب مصري بيعمل في إحدى مستشفيات وزارة الصحة في الإسكندرية. الدكتور كان قاعد في المستشفى وقت شغله، وقت نبطشيته، دخلت عليه واحدة ست عندها حاجة و40 سنة تقريبا، والست شكلها كده إليجنت وشكلها يعني لابسة كويس بتتكلم كويس، وفي إيديها واحدة بنت واضح من لبسها إنها من أطفال الشوارع. هي عشرينات، في العشرينات من عمرها يعني، بنت مش صغيره مش طفله، لكن واضح انها من اللي بيباتوا ويناموا في الشارع، متبهدله خالص وسحاجات وكدمات وخبطات وحاجات كده كتير، يعني امراض جلديه ظاهره وحاجات كتير قوي. الست اللي هي اللي معاها الكبيره في السن دي قالت للدكتور يا دكتور من فضلك انا البنت دي بشوفها في الشارع كتير قوي وصعبت عليا وانا عايزه اتكفلها، بس جايباها تكشف عليها لانه واضح ان هي مريضه وفيها مشاكل كتير قوي، فنعمل لها التحاليل وكده. الدكتور كشف عليها كشف مبدئي، لقى انه هو شك انها حامل، فقال لها انت متجوزه؟ قالت له لا. بعد جاب دكتور النساء عمل لها سونار، لقى انها فعلا حامل في الشهر الرابع. فالدكتور قال لها انت مش متجوزه وانت حامل؟ قالت له انا ان هي بيتم الاعتداء عليها، هي فعلا من 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 بنات واطفال الشارع بيتم الاعتداء عليها، اعتدى عليها جنسيا طبعا، وانها يعني اتبهدلت وانه اعداد كبيره جدا من الشباب اعتدوا عليها، وكان كل ما يجي واحد بلطجي يعتدي عليه او كانت الاول بتقاوم، هو قال لها ايه الخبطات والضرب اللي في جسمك ده كله؟ قالت له لما كنت الاول بقاوم كنت بتضرب زياده فبطلت اقاوم، وبقى بيروح شاب يعتدي عليها جنسيا وبعدها يرجع لها تاني مع اصحابه، قصه كبيره جدا يعني. الدكتور طبعا قال لا لازم بقى تحاليل شامله، عمل لها تحاليل فيروسات كبديه وحاجات للجلديه والمشاكل الكتيره اللي عندها دي، وخلاص وقال لها تمشي مع الست. طلعت نتيجه التحليل البنت عندها الايدز.
الفكرة في حاجة هنا، الدكتور ده لأنه عنده ضمير جدا الحقيقة وإحنا بنحييه، هو الدكتور حاتم البنا، الدكتور حاتم البنا وهو طبيب بإحدى مستشفيات وزارة الصحة بالإسكندرية. الدكتور عنده ضمير جدا، فلما طلع نتيجة التحليل لا يعني قال لك أنا مش هسكت، فطب عايز يعمل حاجة. هو دلوقتي استرجع كلام البنت، البنت بتقول له أنا في عشرات، بل كمان قالت له كلمة مئات، إن على مدار فترة طويلة في مئات من الشباب اعتدوا عليها جنسيا. يعني معنى كده الايدز ممكن يبقى انتشر لكام شاب. فراح القسم قال هحاول اعمل محضر او حاجه ينزلوا يشوفوا، لان هو معاه تفاصيل البنت طبعا، معاه تفاصيل البنت، وقعد استدرجها في الكلام وعرف ان يعني عرف اسامي الشوارع والحارات الحواري اللي كانت بيتم الاعتداء عليها فيها وكده. فقال من هنا الفكره بقى انه الشباب اللي اعتدوا عليها دول اغلبهم بحسب كلام البنت سواقين توك توك وسواقين ميكروباص، وان في منهم متجوزين، دي المصيبه الاكبر كمان. لما راح القسم عشان يعمل محضر الضباط في القسم قالوا له لا ده مش تبعنا، قال لهم طب نعمل ايه، ما هو انا مش عايز ده وباء يا جماعه، دي مصيبه ده ممكن ينتشر. قالوا له لا احنا ما فيش في سلطتنا حاجه نعملها، حاجه الوحيده اللي ممكن نعملها نعمل لها محضر اداب، وده لازم تلبس. قال لهم اداب ايه يا جماعه، دي واحده مجني عليها، دي ضحيه، دي مرميه في الشارع بيتم اغتصابها تقريبا يوميا ومش عارفه تدافع عن نفسها لغايه ما جالها الايدز، نقوم ناخدها اداب؟ فقالوا له هو القانون كده، ما عندناش حاجه تانية تقدر تخلينا نستند عليها، لا توجد اليات عندنا تخلينا ننزل ولا قانون ننزل نشوف الشباب دول ونلمهم، ما فيش حاجه اسمها كده. مشي، وبيقول انه اتصل بمسؤول في وزاره الصحه، وانه المسؤول الاولاني ده هو اتصل باثنين مسؤولين حسب كلام الدكتور حاتم البنا، انه اتصل بمسؤول في وزاره الصحه فمهتمش قوي بتفاصيل الموضوع، وقال له احنا ما فيش حاجه نقدر نعملها، واتصل ولكن في النهايه استجاب لضغط الدكتور حاتم وقال له انا مش هسكت وما ينفعش نسكت وده خطر ومصيبه كبيره. فقام المسؤول اللي هو ما قالش اسمه هو مين، قال له طيب هخلي حد يكلمك، في مسؤول تاني في وزاره الصحه كلمه. قال له بقى كده كلام اللي هو ايه، اصل انت مش انت دكتور؟ قال له اه انا دكتور. قال له طب انت دكتور عارف بقى ان الايدز ده مش هو اللي بيجي للانسان، ده الانسان اللي بيروح له عن طريق حقن المخدرات والعلاقات الجنسيه المتعدده. فالدكتور قال له يا فندم ايوه بس يعني دلوقتي البنت بتقول انها في علاقات حصلت بينها وبين مئات الشباب وفي منهم متجوزين، طب لما كل واحد في دول سواقين التوك توك والميكروباصات لما يرجع يعني يكون في علاقه مع مراته هينقل لمراته المرض، ما هو طب ايه؟ وبعدين دي كلها مناطق شعبيه واحياء شعبيه في اسكندريه وحواري وكده، فدي مصيبه لانه بيروحوا حلاقين مش ضامنين بقى انه بيغير الموس، ضمير برضو ما انتوا عارفين. بيروح لدكتور سنان ممكن ما يبقاش دكتور سنان يعني فاهم قوي يعني ايه تعقيم، فدي كارثه ثانيه. فلا، فالمهم انه قال له طب سيب البيانات سيب اسمك وكده واحنا هنشوف. الدكتور الحقيقه كتب على صفحته وقال ان هو عايز بس يبقى في تحرك سريع في الموضوع، وكمان كان تواصل مع رئيسه الجمعيه المصريه للانسان ضد الايدز. انا عايزه بس اقول حاجه، اسم الجمعيه ايه يا شباب؟ الجمعيه المصريه، هقول لكم اسم الجمعيه حالا، مش عارفه اسم الجمعيه ايه. المهم هو هتلاقيه كاتب اسم هنا، كاتب هنا. طب اسم الجمعيه ايه يا شباب؟ بس الجمعيه المصريه لمكافحه الايدز. كلم الجمعيه نفسها وقالت له انه ما فيش في ايدينا حاجه نعملها، احنا دورنا اننا نوعي الناس بس، لكن ما نقدرش نجبر حد انه يعمل تحليل او ياخد علاج. ورجع كتب انه الشهاده لله انه مديره الجمعيه او رئيسه الجمعيه اسمها الاستاذه سوسن، انها ست محترمه ومتعاونه، بس هي بتقول له على الاليات اللي تشتغل بيها، بتقول له ما عنديش حاجه تخليني انزل اجبر الشباب او المهم او اقعد اجمعهم واجبرهم يروحوا يتحجزوا في الحميات مثلا، ما عنديش حاجه تجبرني اعمل ده. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ احنا طبعا في صباح دريم فكرنا، هي تواصلنا مع الدكتور خالد مجاهد متحدث وزاره الصحه امبارح بالليل، وشرحت له الموضوع، قلت له يا دكتور الموضوع دلوقتي مش مساله نطلع في البرنامج نتكلم فيه، الموضوع خطير ودي قد تشكل مصيبه. وهو الحقيقه اتفق معايا تماما انه ما ينفعش نسكت ولا ناجل الموضوع حتى يوم واحد. طب هنعمل ايه يا دكتور؟ اتفقنا انه هو مشكورا اقترح انه هيتصل بالدكتور وليد كمال وهو مدير البرنامج الوطني للايدز التابع لوزاره الصحه. وفعلا كلمه ما فيش دقايق ولقيت الدكتور وليد كمال بيكلمني وتناقشنا كتير، وحابه بس اقول لحضراتكم الموضوع هيحصل فيه ايه باذن الله من اللحظه دي. دكتور وليد كمال معانا على التليفون، صباح الخير يا دكتور.
اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. احنا دردشنا امبارح يا دكتور وحضرتك معاك الموضوع، احنا دلوقتي ممكن نعمل ايه؟ لانه فكره انه قد يكون هناك المئات من المصابين او من المحتمل اصابتهم بالايدز نتيجه قيامهم بعمل علاقه جنسيه مع هذه الفتاه المصابه بالمرض، قد يكون احتمال وجودهم في الشوارع كتير، وهم سواقين توك توك وميكروباصات وكده بحسب كلام البنت ان دول اللي كانوا بيعتدوا عليها وبيعملوا معاها كده. ممكن نتحرك ازاي يا دكتور؟ والله هو التحرك في الموقف اللي زي كده بيكون على محورين مهمين. اول الخط بيقطع يا دكتور، انا بعتذر. لا معلش، الخط عند حضرتك بيقطع. دكتور وليد، طيب معلش يا شباب نقفل ونحاول نتصل بيه مره تانية لو سمحتوا. مهم جدا ان احنا نعرف هنعمل ايه. انا كمان لغايه ما نعيد الاتصال بدكتور وليد، بس عايزه اقول حاجه، احنا لينا جمهور كبير من المشاهدين الحمد لله في اسكندريه، اجدع ناس واجمل ناس، عروس البحر الابيض المتوسط. رجاء اي حد ممكن يبقى بيسمعنا، اي حد من الشباب اللي هو عارف نفسه، عارف انه اقام علاقه غير مشروعه مع فتاة ما من الشارع في اسكندرية، لو سمحت روح اكشف وحلل. انت اكيد انت ادرى واحد بنفسك، اللي بيروح يكشف وبيلاقي ان عنده ايدز بيتم التعامل معاه بسرية تامة، بتاخد العلاج باذن الله، يعني ان شاء الله يكون في يعني ثبات على الحالة مثلا، او التدهور ما يبقاش سريع ايا كان. لكن لو انت متجوز حرام عليك، حرام عليك انك تكون عملت حاجه حرام كده وممكن تكون اخدت المرض ده وترجع تدي الحاجه دي لمراتك، ملهاش ذنب. لو انت عملت ده وجالك المرض، حرام عليك انك تروح للحلاق تحلق وانت عارف ان ممكن الحلاق ما بقاش بيغير الموس او بيعمل كده، ان هو يعني بيرش عليه نقطتين كحول ولا حاجه وده مش كفايه انه يقتل الفيروس مثلا، فيجي لشباب تانيه ويجي الناس تانيه. لو انت عملت كده حرام عليك انك تروح لدكتور سنان ولا حاجه. ارجوك لو انت بتسمعنا، لو انت شاكك، لو انتوا اصحاب وعارفين بعض، لو انتوا بتتفرجوا علينا على الهوا دلوقتي، لو بتتفرجوا بعدين على الحلقه دي على يوتيوب، رجاء لو انت عارف انك عملت كده اتجه لو سمحت وقوم بعمليه الكشف، عشان يعني ربنا باذن الله يستر ويسلم وما يبقاش في انتشار اكبر للمرض. دكتور وليد كمان مره ثانيه اهلا بحضرتك يا دكتور. ايه المحورين يا دكتور اللي بنشتغل فيهم؟ المحور الاول، احنا الست او الفتاه نفسها اللي عرضت الاصابه، مهم قوي ان احنا هنتواصل مع الدكتور اللي كلم حضرتك وهنعمل لها تحاليل تاكيديه، اللي هي مفترض انها بتتم بصوره روتينيه، يعني طالما بيطلع التحليل المبدئي ايجابي يتم على طول ارسال عينات للمعامل المركزيه لتاكيد التحليل. تمام. هنا بيهمنا موضوعها، بيهمنا التاكيد بتاعها عشان نبدا في علاج متوفر في وزاره الصحه ويبدا مجاني وبيتم صرفه لكل المصابين، نبدا نوفر لها العلاج الخاص بيها واللي بيعتبر في نفس الوقت حمايه للطفل اللي هي حامل فيها. تمام. وفي نفس الوقت في حزمه وقائيه للطفل نفسه المولود بنوفرها لها من قبل الولاده، سواء كانت ولاده قيصريه او. هل في احتمال؟ أيوة. يا دكتور طبيا وحسب ما وصلت له في ما وصلنا له في العلم، هل في احتمال انه الجنين يولد من غير ما يكون اصيب بالعدوى من والدته؟ الاحتماليه موجوده، والاحتماليه ديت بتوصل لاكثر من 99% ان الطفل يطلع سليم، بس نبدا العلاج بتاع الام مبكرا قدر الامكان، عشان كده هنتواصل معاها مباشره. والطفل نفسه اول ما في علاج دواء بياخده لمده 45 يوم، دواء شراب ملعقه يوميا لمده 45 يوم، نسبه نجاح هذا العلاج في وقايه الاطفال اللي امهات مصابات بيوصل لاكثر من 99%. طيب احنا دلوقتي يا دكتور بالنسبه لباقي الشباب بقى اللي هناك، احنا ممكن نعمل ايه؟ نساعد بعض ازاي عشان نوصل للشباب دي؟ يعني او لاغلبيتهم، بدل ما هم يعني، هي البنت في كلامها مع الدكتور حاتم بيقول انت عملتي كده كتير، قالت له مئات، يعني ممكن تكون بتبالغ، ممكن يكون عشرات، انا ما اعرفش، بس حتى لو 10 او 20 او 50 واحد دي كارثه، يمثلوا خطر. بالظبط. ممكن بالزبط. نعمل ايه يعني؟ هاو تو ريتش ذم عشان نقنعهم يروحوا يعملوا تحليل، او 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 نعمل لهم توعيه ازاي عندهم في اسكندريه؟
طيب في الاول بس انا عايز اقول المشكله عندنا هي مشكله نقص التوعيه، مفيش وعي عند الناس ومش عارفين ايه الطرق الصحيحه لحمايه نفسهم، مش من الايدز بس، الايدز وامراض ثانيه زي الفيروسات الكبديه، الفيروس كبدي التهاب الكبدي بي بيتنقل بنفس طرق الايدز بالظبط. يبقى احنا عايزين نوصل لهم بايه هي طرق العدوى، الممارسات الجنسيه او الحقن الملوثه اللي بياخدوا بيها احيانا بعض الناس المخدرات. تمام. الشخص اللي عمل ممارسه جنسيه مع حد مصاب عنده احتمال يكون اتعدى خلاص. تمام. تمام. لو عنده زوجه عنده مشارك ليه ثاني جنسي مفترض ان هو ما يمارسش معاه نهائيا نهائيا لغايه ما يعمل التحليل ويشوف الوضع ايه. طيب. لانه كده بيعرضه لاحتمال اصابه موجود. طيب. طب احنا هنعمل ايه في الفتره القادمه؟ احنا هنحاول نعرف المكان اللي متواجد فيه. يعني طبعا في الغالب هتكون منطقه واسعه شويه. من الصعب ان هي الست تفتكر اسماء او يعني كونتاكت للناس اللي مارسوا معاها. يبقى احنا هنستهدف توعيه شامله في المنطقه. تمام. ويمكن الحظ كويس ان في اسكندريه عندنا عربيه متنقله، وحده متنقله للفحص، بتعمل التوعيه، بتقدم معلومات، وبتعمل في نفس الوقت الفحص بالايدز والفيروسات الكبديه مع بعض. الله ينور. ضمنهم مع بعض لان في الغالب دي امراض مشتركه في طرق التعرض. الله يخليك. وفي نفس الوقت عشان الناس ما تخافش وتقدر تيجي. طيب يعني احنا دلوقتي باذن الله هنتواصل مع الدكتور حاتم، هنقعد مع البنت نسمع منها، نحاول نحدد منها المناطق الشوارع، نحاول نضيق الدايره على قد ما نقدر، ننزل بعربياتنا كده زي قوافل، نحاول نعمل توعيه ونتكلم مع الشباب هناك ونقول لهم اللي عارف ان هو عمل كده مع فتاه ما من غير طبعا تشهير بيها والعياذ بالله، اللي عارف ان هو عمل كده يروح لانه يعني احتمال يكون في مشكله او مرض عنده. بالظبط. وانا عايز اكد زي ما حضرتك كنت بتقولي امبارح ان الموضوع في سريه تامه. ما يخافوش من اي حاجه، ما بتبلغش اي حد، الموضوع كله في سريه، في علاج متوافر، العلاج هيحافظ على صحته، هيخليه شخص منتج، يرعى اسرته، ما فيش اي مشكله، هيحمي زوجته او هيحمي مراته، هيحمي الاطفال اللي موجود معاه في البيت، كل دي حاجات ايجابيه. عايزين نقول لهم ما تخافوش، بالعكس انت كل ما تكشف بدري عن نفسك وتكتشف الاصابه كل ما يكون عندك فرصه اكبر في الحفاظ على حياتك وحياه الناس اللي حواليك. القصه مش قصه ممارسه وعدت، ويعني دايما بنركن الى باذن الله ربنا هتيجي سليمه وربنا مش هيحصل حاجه جت عليا انا اللي هتعدي، لا، هي فعلا في الاخر بيبقى في واحد بتيجي عليه قد يكون هذا الشخص انت. عايزين نقول اللي بيسمعونا اذا كنت مارست رجاء ما تعملش اي حاجه او ممارسات اخرى لغايه اما تحلل وتطمن وتعرف المعلومات السليمه. ورجاء احنا هنساعدك بكل الامكانيات الموجوده. رجاء من كل دكتور سنان، رجاء من كل حلاق، ارجوكم التغيير، تغيير الامواس والتعقيم التام. ما تقولش يعني خلاص بقى ما جاتش على ده، ويعني لا ممكن تيجي على ده وتيجي على ده جدا، رجاء ارجوكم. دكتور وليد انا بشكرك جدا الحقيقه، وبشكرك انك امبارح تواصلنا مع بعض، وبشكرك انك يعني حطيت بلان في عقلك كده هتعمل ايه. احنا باذن الله حالا دلوقتي هنوصل حضرتك بالدكتور حاتم، وحاسه اسمحك ان احنا في صباح دريم نتابع معاك نزول العربيه دي للشوارع هناك في اسكندريه. يعني احنا مصدقين حضرتك مليون في الميه، بس احنا عايزين نطمئن لان احنا حقيقه قلقانين جدا من امبارح، وقلقنا من قلق الطبيب كمان اللي حكى الموضوع. بشكرك جزيل الشكر دكتور وليد كمال، رئيس ومدير البرنامج الوطني للايدز التابع لوزاره الصحه، وحقيقه كل الشكر للدكتور نفسه الدكتور حاتم البنا، الطبيب اللي في مستشفى الصحة، احدى مستشفيات الصحة في اسكندرية، اللي لما جاله الحالة دي يعني لا سكت ولا طنش ولا قالك يا عم وانا مالي ولا عمل الكلام ده. يعني ربنا يبارك لك في صحتك، وبجد بنحييك والله، حقيقي بجد بنحييك. انا عايزة اروح لخبر تاني. طيب، في ازمة كده حصلة بقالها يعني كام يوم كده، في كلام عليها، مش عايزة اقولها ازمة، أنا مش هوصف. في كلام بقاله كذا يوم بيتقال إنه معالي وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة، الأستاذة نجلته الكريمة الموقرة شيماء محمد مختار جمعة، تم تعيينها في إحدى شركات البترول. طيب، إيه الغريبة في كده؟ أولاً بس يعني إحنا عارفين دلوقتي إنه خلاص فكرة إنك تبقى في منصب دي والله يا جماعة ما بقت ميزة، العين عليك بشكل غير طبيعي، العين عليك مش أنت بس شغلت ابنك فين ولا سافرت تصيف فين، العين عليك أنت بتاكل إيه؟ بيصوروا كده لو واحد قاعد قدامه أي نوع أكل ولا حاجة بيتصور يقول لك شايفين المسؤول اللي بيتكلم على المواطن أو قاعد بياكل معرفش إيه، إحنا يعني خلاص ما بقتش ميزة. ايه الفكره في انه يعني او ايه الجدل اللي حصل؟ الفكره انه
الأستاذة شيماء حديثة التخرج، هي متخرجة في 2016، هقول لكم التفاصيل اللي عندي، إنه هي حاصلة على ليسانس آداب إنجليزي 2016، يعني لسه متخرجة، ومع ذلك اتعينت مباشرة في شركة بترول. ومن هنا في نائب محترم اسمه النائب أشرف رحيم، وهو عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ضد مين؟ مش ضد وزير الأوقاف، ضد وزير البترول المهندس طارق الملا، عشان موضوع تعيين بنت وزير الأوقاف في شركة البترول. سألوا سؤال بيقول له يا معالي وزير البترول، هو الطبيعي في عندكم في قطاع البترول ان اللي بيبقى لسه متخرج حديث التخرج بيتعين على طول كده؟ يعني للدرجات دي عندكم فرص عمل كتيره؟ ولا هذا التعيين تم لان الاستاذه الفاضله هي ابنه وزير الاوقاف؟ خلينا ناخد مع بعض على الهاتف سياده النائب اشرف رحيم عضو مجلس النواب. سياده النائب اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا استاذه منى، ازي حضرتك؟ والاول اسمحي لي بس ادين الحادث الغاشم اللي حصل لأبناء قوات الشرطة صباح اليوم، والحقيقة يعني ببلغ تعزية السيد وزير الداخلية والمصر كلها في أبنائنا اللي كل يوم بيروحوا. صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا فندم. صباح الفل. ايه ازاي وصل لك المعلومة يا فندم او الخبر، وايه اللي دفع حضرتك انك تتقدم بطلب الإحاطة العاجل ضد وزير البترول المهندس طارق الملا؟ هو الحقيقة في الامر اسماعيلي، هو بالنسبة اللي وصل ليا انه الخبر تداولته اعتقد معظم وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بعضها يعني، فهو متداول ولقيناه في وسط الشباب وعلى الميديا والفيسبوك. وانا كنت بقول من شوية الحقيقة خلاص دلوقتي اي مسؤول بقى عارف انه السبوت عليه جامد جدا جدا بالضبط يعني. بالضبط يا فندم، واحنا كلنا يعني احنا عارفين قد ايه المعاناة اللي بعانيها اي مسؤول، ولكن الشارع دلوقتي برضو ما ننسوش الظروف اللي بمر فيها الشارع من عدم ايجاد فرصه عمل للشباب، شايفه قد ايه عندنا مصر بتعاني من نسبه البطاله، وفي نفس الوقت الظروف اللي بتمر بها البلد من ناحيه غلاء الاسعار ومن ناحيه كله. هم عندهم وعي ان احنا في مرحله عصيبه وهتعدي ان شاء الله، وان شاء الله خلاص كادت ان احنا نمر من عنق السجاجه، وبفضل الله ان شاء الله هتبقى مصر امنه والامور هتتغير للافضل ان شاء الله. تمام تمام. ما ينفعش بقى في ظل الظروف دهيت يعني يفاجئ الشباب بان ابنه وزير الاوقاف اللي هي خريجه 2016 في الوقت اللي فيه مهندسين بترول متخرجين من فتره طويله وعانوا مرارا وتكرارا وتقدموا بمسابقات مره واثنين وعشرة، واللي بلغهم ان التعيينات موقوفه في وزاره البترول منذ اكثر من ده على طول بيزق الشباب زق ناحيه انه يسال السؤال الشهير بتاع او يقول الكلمه الشهيره بتاعه مفيش حاجه اتغيرت في البلد لسه زي ما احنا. بالضبط. انا نفسي بقى انا كنت عايز بس شيء من الحكمه، من الحكمه، انا ما بيبقاش في السرعه الرهيبه دي والشارع سخن، يعني خاصه ان انا كوزير اوقاف عندي اكثر من 2000 واحد تم ايقافهم عن العمل بدون قرار فاصل وما رجعوش لحد دلوقتي كاسر. طب ما رجع دول الاول وبعدين عين بنتي، ما هم دول ابناء، يعني لما دول ابناء عين بعضهم لما مضوا تعهدات واقرارات عن نفسهم انهم ما سبق لهمش الشغل قبل كده، وبعد كده يعني انا عايز اقول بس انا اشوف الشارع ماشي ازاي، انا عايز احس بنبض الشارع كمسؤول. طب انا عايز اسالك سؤال يا سياده النائب، عايز اسالك سؤال بصراحه شديده جدا. حضرتك كان في يعني كنت من ضمن النقاط اللي اثرتها انه كان في تعيين اكتر من 188 موظف وعامل بمختلف شركات البترول في وقت وزاره المهندس طارق الملا، وده خلى حضرتك تسال سؤال او تقول حاجه هنا ممكن زي ما احنا شايفين، وده ممكن بصراحه يعني يؤخذ على حضرتك، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو انا حضرتك في كلامك بتقول له ايه؟ مع ان انت الوزير الوحيد اللي ما بيستجبش للنواب في اي طلب سواء بالتعيين او النقل او حتى تسويه حاله وظيفيه بحسب ما جاء في البيان، هنا ممكن حد يقول لحضرتك ايه؟ يبقى حضرتك هنا عشان حضرتك نائب طلبت من الوزير حاجه وطلبت منه ينقل لك حد او يعين لك حد او يسوي لك حاجه لحد ورفض،
فعشان كده واقفين له بالمرصاد وماسكين له على موضوع انا انا اسمحي لي يا فندم الاول انا ايه اللي هيؤخذ عليا ده شغلي انا ان انا بعمل طلب احاطه للسيد معالي وزير البترول ده حقي انا التشريعي والرقابي انا عندي الماده 134 من الدستور والماده 212 من اللائحه الداخليه لمجلس النواب بتديني الحق ان اعمل طلب احاطه او سؤال او استجواب انت معايا حضرتك لان ده شغلي اصلا فحين ورد ليا انا من معلومات عن انه تواترت الاخبار عن ان هناك اكثر من 188 واحد اتعينوا كوني اعمل له طلب احاطه ده حقي طيب. يطلع صح يطلع غلط هو مارست حقك الدستوري طبعا حقه يرد على الجانب طيب. الاخر بقى التعاون بين النواب والوزراء لما بطلب طلب او اخوان النواب بيطلبوا طلبات بيجينا الرد حتى في ابسط الاشياء اللي هي ما انا نائب دايره ولازم كل يوم اقدم طلب امال ما انا لازم كل يوم مش طلب اقدم طلبات انا راجل عن دايرتين انا عن مركز ايتاي وشوب رخيط مستقل مركز ايتاي ده لوحده 66 قريه و400 طيب. عزبه طيب سياده النائب سياده النائب معلش انا الوقت بس هي شركه ميدور تحديدا اللي هي المفترض انه ابنه معالي وزير الاوقاف الفاضله اتعينت فيها دي مش اول مره حسب المعلومات اللي جات لنا انه الشركه دي تحديدا شركه يعني فخمه جدا وراقيه جدا وانه نعم. كتير قوي من حالات سابقه الاولاد وابناء وبنات وزراء وشخصيات مسؤوله في البلد بيتم تعيينهم في هذه الشركه الكلام ده صح ما هو لو كده احنا ممكن بقى نتكلم بقى اللي يرد عليه بقى هو ده طلب الاحاطه بتاعي طلب انا بقوله اللي انا منتظر حضرته يرد عليا يقول الكلام ده صح يقول الكلام ده غلط نشوفه بعدها ايه الخطوات اللي يجب ان تكون وانا لسه برضو بقول حاجه مهمه جدا على كل مسؤول دلوقتي يراعي ظروف الشعب يراعي ظروف البلد يراعي الراجل الكبير اللي شغال اللي المفروض يكون له ظهير سياسي تمام انا مش عارف يعني انا عايز اقول احنا بنفتقد الحكمه في التعامل بشكرك جزيل الشكر سياده النائب نعم. انا ليه اصدر ازمات انا ليه اصدر ازمات صح كده ليه اصدر ازمات ليه في وقت بنقول والقياده السياسيه والحكومه بتطالب فيه المواطن ان احنا نستحمل ونصبر واحنا فعلا بنعمل كده عشان حتى يعني بحق الارهاب اللي لسه بيضربنا وياخد ولادنا لغايه دلوقتي ليه بقى الاقي حاجات كده طالعه في النص تزعزع الثقه وتخلي الشباب يرجع تاني يقول لك شايفين ما هو ما فيش فايده لسه الواسطه ولسه الكوسه يعني ايه خريجه 2000 دفعه 2016 تتعين طب ما انا متخرج من قبلها ما اعرفش بكام سنه ومش لاقي ربع الفرصه دي لا انا بشكرك لسياده النائب اشرف رحيم عضو مجلس النواب وهنتابع ان شاء الله لاحقا ايضا ماذا تم في هذا الطلب انا يا جماعه انا عندي عايز اخد خبر واحد بس كمان عشان وقت الفقره لانه احنا عندنا هجوم على صفحتنا على فيسبوك صفحه صباح دريم الحقيقه علشان موضوع الفقره النهارده ناخد مديره المدرسه ولا ناخد طيب احنا عندنا بس حاجه سريعه خبر كده برضو جانا وغريب جدا في مديره مدرسه في المقطم مديرة مدرسة في المقطم هي مدرسة خاصة برايفت في أولياء أمور ولادهم في المدرسة دي ما زالوا أو كانوا جت المدرسة فجأة قالت إحنا هنرفع المصاريف أو يعني قالت شوية قرارات إدارية جديدة كده فبعض أولياء الأمور اعترضوا قالوا لأ فاتكلموا مع مديرة المدرسة أو مع إدارة المدرسة ما حصلش حاجة فمارسوا حقهم الطبيعي جدا كولي أمر وراحوا الوزارة وبدأوا يكتبوا شكاوى ويقولوا إنه في كذا 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 اللي بيقولوه بقى الأولياء الأمور دول إنه كان بيجي لهم تهديدات على التليفون برسائل وإنه مديرة المدرسة بحسب كلامهم وإحنا هنتأكد طبعا من المعلومة دي لحق الرد أكيد إنه مديرة المدرسة دي بتستخدم الموبايل بتاعها لتهديد أولياء الأمور وانه في عدد كبير منهم طبعا راح تقدم ب يعني استغاثه عاجله لقيادات وزاره التربيه والتعليم التعليم الفني بعد ما عرفوا انه مديره المدرسه دي بتهددهم التي كانت بها سابقا واللي بيشتكوا من الاهمال وتهديدهم عبر رقم هاتف مجهول. الكلام اللي اتقال لنا كمان الحقيقه انه في التحقيقات بقى اللي حصلت بعد كده هو الموبايل الرقم نفسه مش بتاع مديره المدرسه. لكن لانه الموضوع اتكرر وجات فيه شكاوي كتيره جدا واحنا الحقيقه عندنا مباحث الانترنت حقيقي شد حق قويه ما شاء الله. فاللي حصل انه لقوا انه عرفوا بالسيريال نمبر بتاع الموبايل
انه الرسائل دي طالعه منه حتى لو مش بنفس الرقم، مش بالشريحه، يعني ممكن اشيل شريحه واروح جايبه شريحه تانية وحطاها وابعت الرساله اللي انا عايزاها. حضرتك كمواطن عادي زي مش هتعرف انه ده موبايلي انا، لكن هم عرفوا ان ده موبايل مديره المدرسه. خلينا ناخد على الهاتف احدى اولياء الامور، السيده رشا سيد. اهلا بيك يا استاذه رشا. خير لحضرتك. اهلا بيك. انا هستاذنك بس لانه احنا وقتنا انتهى، لكن ما حبيناش ناجل الاستغاثه دي والقضيه دي. هستاذنك بس سريعا تقول لنا ايه القصه بالظبط يا فندم. تمام يا فندم. الاول طبعا احنا بنقدم تعزينا للضباط اللي استشهدوا النهارده، والموضوع بمنتهى البساطه انه انا كنت وليه امر في مدرسه عاديه، رفعت المصاريف، عملت شكوى عادي جدا في الوزاره انا ومعايا مجموعه كثيره من اولياء الامور علشان خاطر المصاريف تقل علينا وترجع تاني اللي هي نسبه الزياده العاديه اللي هي 3% عادي جدا زي ما الوزاره بتقرر. المهم اللي كانت متصدره المشهد مديره المدرسه دي اللي تعينت في الترم اللي صاحب المدرسه قرر فيه ان هو يزود المصاريف علينا. حلو. رحنا واتكلمنا معاها بالحسنى واتكلمنا، حاولنا نتكلم مع صاحب المدرسه بس ما فيش فايده. المهم ان قرار الوزاره طلع فعلا والتزمنا الحمد لله رب العالمين، يعني الوزاره التزمت ونفذت قرار الوزاره 3% ومفيش اي مشاكل. تمام. بس مستوى المدرسه اكاديميا في الترم ده كان وحش جدا، وبدات المديره تتعامل معانا بطريقه امشوا وانا مش عايزاكم، اللي هم الناس اللي راحوا واشتكوا عشان رحتوا اشتكيتوا، يعني عشان رحنا اشتكينا. وطبعا حضرتك متخيله هم كانوا عايزين زياده عاليه، فاحنا كده خسرنا المدرسه، فده هيأثر على مرتبات الناس اللي موجودين او اللي هي جايباهم معاها. حلو. وبعدين المهم ان كل الناس اللي اشتكوا بدا الموضوع تهديد، تلوي دراعك تقول لك انا مش هدخل ابنك الثالث عشان تضطري تاخدي ولادك وتمشي. فاحنا قررنا خلاص، احنا ومعايا مجموعه كبيره جدا من اولياء الامور، خلاص احنا هنمشي من المدرسه خالص، احنا مش عايزينها. وفعلا حولنا لاولادنا من المدرسه دي رغم ان احنا تعبنا في قرار الوزير. المهم ان انا فوجئت بعديها يوم 25/8 انه هي ببعت لي تهديد على الموبايل بتاعي بعلاقاتك، ويعني اللي هي الرسائل اللي موجوده. الله الله الله. حاجه يعني حاجه مشينه، يعني حاجه عيب ما تصحش. المهم انه انا رقم جالي غريب، انا الاول تخيلت انه رقم جه غلط، فلما الرساله رجعت لي تاني انت قدامك ساعه ونص تشيلي البوست اللي انت حطاه والا. وده كان بوست مكتوب عادي جدا بيتكلم عن المدارس اللي هي اشتغلت فيها قبل كده. تمام. لان هي عاده ما بتكملش في ولا مدرسه. حلو. رحت للمباحث وعملت اللي هي اللي يعني لما 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 يعني لما دورته لقيت ان السيده الفاضله الاستاذه هبه صلاح مديره المدرسه ما بتقعدش في اي مدرسه فتره طويله، فيها مشاكل بتحصل على طول. هي ترم واحد في اي مدرسه وبتمشي. تمام. ماشي، اتفضلي. فلما ده حصل انا اخدت الموبايل بتاعي، طلعت الجهاز الانترنت علشان نشوف ده من فين، مين اللي هددني، مين اللي عمل كده. ها. هم تحروا في الموضوع طبعا. ده المباحث طبعا. ها. المباحث. ما محدش عارف يجيبها غير المباحث. المباحث. لا خالص، مباحث الانترنت. في نفس اليوم بالليل فوجئت انها نشره رقم تليفوني انا على الصفحه بتاعتها، والصفحه بتاعتها مفتوحه للكل. عملتي سكرين شوت للبوست ده؟ يا فندم. عملت سكرين شوت حتى رقم تليفوني. وبعدين فوجئت ان السكرتيره بتاعتها بتهني على نفس الصفحه، كائن ناقص، كائن غبي، كلام من ده. طيب يعني انت طلعتي كان ابنك اللي في المدرسه ولا بنتك؟ انا كان ولاد، انا عندي ثلاث ولاد. ربنا يبارك لك فيهم. الاثنين كانوا في المدرسه، انا اوريدي خدتهم. وهي اصلا كانت رافضه تدخل ابني الثالث عشان انا من الناس اللي اشتكوا في الوزاره. طيب انت طلعتيهم طبعا من المدرسه مش كده؟ يا فندم. طلعتهم من المدرسه. في مرحله حال يعني في حاره سد كده لما نوصل لها. نصيحه هقول لك، طلعيهم من المدرسه لانه صعب التعامل، لكن طبعا لانه احنا مهنيا بنحترم حق الرد ما فيهاش كلام. فانا معايا على الهاتف بالفعل وطلبنا انها مشكوره تستمع للمداخله عشان ترد عليها، الاستاذه هبه صلاح مديره المدرسه. اهلا بيك يا استاذه هبه. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير. صباح النور. انا يا فندم طبعا في دلوقتي موضوع في النيابه وفي تحقيقات وفي حاجات أكيد بتحصل. أكيد. أكيد. والنيابه نحترمها ونحترم قراراتها، ووزاره التربيه والتعليم اكيد فاتحه تحقيق في هذا الموضوع. انا بس اللي يعنيني هنا حاجه واحده، الشق الادبي في الموضوع والمعنوي. انه هل يعني انا مش هتكلم في فكره بعتي رسائل تهديد ولا لا، لانه هيبقى سؤال ساذج جدا مني على الهواء ان انا اساله يعني. انما السؤال بقى انه يكون حضرتك عندك صفحه على فيسبوك، فانا لاني مختلفه مع احدى اولياء الامور اروح فاتحه البوست فور بابليك واروح كاتبه رقم موبايل وليه الامر، وكمان السكرتيره اللي عندي تدخل تشتم وتسب فيها. هل بتشوفي يا استاذه هبه انه غلطانين اولياء الامور اللي يقولوا النهارده اذا كان هذا هو
تصرف وسلوك والأداب التي تتعامل بها ناظرة أو مديرة المدرسة يبقى عليها العوض ومنه العوض في الجيل؟ أكيد يا فندم، احنا بنتكلم في تربية قبل تعليم، ويف جوت ا ميشن أصلا. إن إديوكيشن في مصر أصلا محتاج حك شغل كتير قوي عشان يتغير. جزء من أنت تكون مختلف طبعا يكون ليك ناس بتحاربك، بس الحرب تكون بشفافية معينة، ومش مشكلة خالص أنك تختلف مع حد، لأن دايما رأي خطأ يحتمل الصواب ورأي صواب يحتمل الخطأ. لغاية لما القضاء يحكم في المشكلة اللي بيني وبين مدام رشا، لأن احنا طبعا عندنا استئناف والقضية مش باسمي أنا نهائي، وأنا بأكد 100% أن شخصية صعب جدا أن هي الناس الإهانة دي وأعمل أي حاجة تأذي مشاعر شخص. وانا تم التواصل بيني وبينها وقلت لها للاسف من كتر ما كان عندي شغل انا ما كنتش لاحقه اقرا الحاجات اللي حضرتك بتقولي انها وصلتك، ولما وصلتك انا تاذيت نفسيا ان في حد في الدنيا يزعل اصلا الزعل ده او يتوجع الوجع ده، فليه ما تبينتيش مني بينه اذا كنت انا من العمل ده، ولا ان في حد وصل لك حاجه غلط او ما هو لا ما هي قدامنا على الشاشه يا استاذه هبه، عشان احنا برضو شغلنا دقيق شويه في البرنامج. أكيد قدامنا على الشاشه انه سكرتيره حضرتك يعني انا اسفه في الكلمه حبت توجب مع حضرتك، راحت منزله البوست اللي على الشاشه دلوقتي، وحد راح داخل حاطط رقم تليفون الست الفاضله الاستاذه رشا. يعني ما اكيد هي مدام فاضله، واكيد كل حد في الدنيا له وجهه نظر قبل ما يقوم باي حاجه في الدنيا. انا لما كتبت البوست بتاعي على الفيسبوك كان مطالب او يعني مطالب من البيرنتس عندي ان احنا انا عماله يعني اتعرض لهجوم اونلاين مش مبرر خالص من الدكتوره. يا فندم استاذه هبه، حضرتك مديره مدرسه، مديره مدرسه يعني شيء طبيعي جدا، سواء ان بابليك او ان برايفت جروبس اللي ما بين البيرنتس وبعضهم اللي بنعمله ان احنا في البرايفت جروبس دي بندخل بنكتب تعليقات بنقول لا المدرسه مزوده المصاريف، طب الاتوبيس، طب المناهج، طب معرفش ايه، ده طبيعي، ده لا يشكل هجوما على شخصك كمدير المدرسه، ولكن ما عرضناه على الشاشه الان هو بالفعل يشكل هجوما على سيده فاضله ووليه امر كل اللي عملته انها محتجه على اسلوب الاداره او على المصاريف الزياده، وده حقها. ولي الامر يختلف مع الاداره طبعا، ومن حقها هي مش لوحدها يا فندم، ده انا عندي ده انا معايا اربعه اولياء امور ولا خمسه عايزين يدخلوا، انا بس عشان الوقت اكتفيت بمكالمه واحده يا فندم. عندي سيل تليفونات، مش احنا بنتكلم على البينه، مش بنتكلم على الادراك بينه، انك عشان تتعدى او تقول على شخص كلام لازم يكون عندك بينه كامله ان الشخص ده عمل الحاجات دي. ما هو يا فندم الست مشتومه على الفيسبوك على سكرتيرتك شتماها، واحده بتوجب مع حضرتك منزله رقم تليفونها، يعني بتقول للناس كلموها ايه ده؟ لا 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 ما تحاسبنيش خالص على تصرفات حد عمل حاجه هو متخيل في وقتها انها كانت صح. يعني خلاص يعني حضرتك مبدئيا كده هتاخدي تصرف فوري مع السكرتيره مش كده؟ اصلا البوست ده اتشال اصلا بعدها بست شهور، انا ما كنتش عارفه الاقي البوست طبعا فيسبوك. طب يا فندم بعد ايه؟ ما بعد ما الست اتهانت ورقمها اتحط على الملأ قدام الناس ما فيهوش حتى اسم المدام، ما فيهوش اسمها حتى. انا كل اللي كنت بقوله اني انا يعني كده كميه الهجوم عليا كانت مضره ليا نفسيا جدا، وانا كده عايزه اوصل للينك اوصل فيه ليه سلام. وعلى فكره انا جنحت للسلم اكتر من مره، لان انا علاقتي بالدكتوره رشا ما كانتش اكتر من 3-4-5 مقابلات بنتكلم فيها في المصاريف، تم الاختلاف صاحبه الاولاد من المدرسه، يعني حتى ما بناش العشره اللي تخلي في خلاف على اني مديره اصلح او لا اصلح. طيب بص يا فندم انا زي ما قلت لحضرتك احنا بس سمعنا الموضوع لانه كان جالنا ويعني صعب ان احنا ناجله. يا استاذه هبه وحضرتك مديره مدرسه وحضرتك يعني شخصيه تعليميه يعني لك وضعك، انا عندي عدد كبير جدا من اولياء الامور بعتل لنا انه مديره المدرسه بتضلل اولياء الامور ضمن المرشحين للحصول على الدكتوراه الفخريه في تطوير العمليه التعليميه قائلين هل هذا هو تطوير التعليم؟ هل تطوير فنون الكذب والخداع والاحتيال والتشهير والتهديد هو من امور التطوير والتعليم؟ حضرتك بتساليني عشان انا عايزه اعرف، انا اتهم لما يكون فعلا في حاجه اتهم فيها. طيب هم يا فندم بيتكلموا انه لما جمله حضرتك المكتب اكتر من مره استقبلتيهم بطريقه مش كويسه، لما عرفتي ان هم راحوا اشتكوا من المصاريف في وزاره التربيه والتعليم بدا هجوم ورسائل تهديد تجي لهم على الموبايلات، وانه مبدئيا تحقيقات النيابه اكدت انه الموبايل ده يتعلق بحضرتك يا فندم، مش ده حصل ولا ده مش ممكن اسال حضرتك سؤال بس هو مش محتاج اي كيو بسيط جدا، لو انا بعمل زياده مصروفات ازاي من مصلحتي ان انا هاجم بيرنت او اوجعه او اعمل له اي تعنف نفسي وانا محتاجاه يرضى عني ويدفع المصروفات؟ يا فندم تحقيقات النيابه اثبتت ان الموبايل اللي كان طالع منه الرسائل بتاع حضرتك ولا لا؟ لا يا فندم مش موبايل. لا اقول لحضرتك حاجه؟
اولا القضيه اتحكم فيها غيبي وبدون حضور اي حد من 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 عندي، او كمان الرقم اللي كان محطوط اونلاين كان رقم خطا وما كانش صحيح، ولما وصل لي الخطا الكلام اللي هو الفاينل كان كلام بعد ما حصل الحكم في القضاء، ففي دلوقتي استئناف وانا مش هينفع اتكلم اي كلام غير لما القضاء يحكم. لا لا ولا حد فينا بيتكلم في اي حاجه مطروحه امام القضاء. انا بسال سؤال، انا بسال سؤال يا فندم، مش جابوا الموبايل بالسيريال نمبر وعرفوا ان هو يخص حضرتك؟ Dear, I'm sure 100% and it's not my mobile. وانا بطعن وان شاء الله انا متاكده ان القضاء المصري هيحكم فيها لصالحي 100%. ان شاء الله. خلاص يا دكتوره رشا، الاستاذه هبه صلاح بتؤكد ان الموبايل ده مش بتاعها. وعموما احنا في بدايه الموضوع قلنا انه موضوع ما زال طبعا في تحيات النيابه وامام القضاء اللي بنحترمه، هننتظر وجهه النظر، هننتظر القرار. لكن احنا بس في النهايه انا بشكر حضراتكم الاستاذه هبه صلاح مديره المدرسه والدكتوره رشا سيد احدى اولياء الامور. الموضوع بس في النهايه ترجعش تقول لي الوقت يا سار، ترجعش تقول لي الوقت يا سار، اديني تليفون. خلينا ناخد على التليفون الدكتور محمد عبد العزيز رئيس شركه ميدور للبترول. يا اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. احنا عندنا نائب فاضل وهو النائب اشرف رحيم عضو مجلس النواب، قدم يا فندم طلب باحاطه في وزير البترول المهندس طارق الملا لانه قام بتعيين ابنه معالي وزير الاوقاف الاستاذه شيماء محمد مختار جمعه في شركه مدور عند حضراتكم، مع العلم انها حديثه التخرج، هي خريجه كليه اداب بلغه انجليزيه دفعه 2016. ومن هنا يمكن ده خلى ناس او اصوات كتيره بتتعالى بتقول انه دي مش اول حاجه، وانه شركه ميدور اصبح لها سمعه انها شركه الصفوه، تعيين الصفوه في المجتمع من ابناء الوزراء والمسؤولين الكبار في البلد. تعليق حضرتك ايه يا فندم؟ اولا هو البيانات اللي حضرتك قلتيها دي يعني ما هيش كلها سليمه. هي شيماء خريجة كلية الآداب سنة 2012 مش 16. 2012 واحد. ماشي تمام. دي أول حاجة. تاني حاجة هي خريجة كلية الآداب قسم إنجليزي، و الميدور ما بتعينش أي حد لأن الميدور بتبقى عايزة مستوى معين من المعرفة أو الخبرة أو مستوى معين من المستوى يعني كعلم يعني. فطبعا اذا كان الاستاذه شيماء او اي حد بيتعين في ميدور بيتعرض ل او بيخش في امتحانات كثيره جدا عشان يتقبل او ما يتقبلش. طيب ما فيش اي حد يا فندم من اصحاب المؤهلات ما قبل دفعه 2012 كان ليهم حق التعيين؟ لو ممكن تقدم لي 20 واحد لو لقيت ان في واحد منهم هو اللي يمشي على يجي على المستوى، ماليش دعوه بقى هو خريج ابن مين ولا طيب. ولا هو مش بني ادم مش انسان. طيب ماشي تمام. هل عملتوا مسابقه تعيين يا دكتور محمد؟ هل عملتوا مسابقه تعيين؟ ايوه يا فندم. ال 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 الاستاذه شيماء هي من اوائل الدفعه، جايبه جيد جدا مرتبه شرف. اول الدفعه بتجيب جيد جدا ولا امتياز؟ جيد جدا مرتبه شرف. انا ما اعرفش طبعا جيد يعني هي الاولى على دفعتها. ثانيه الاولى. جيد جدا مرتبه شرف. جيد جدا مرتبه شرف. طيب كابتن النائب اشرف رحيم، ده كلام محترم من الدكتور محمد. هي اولا دفعه 2012 مش 2016، انا بتكلم على اربع سنين فرق هنا. رقم اثنين الاولى على دفعتها يا فندم، هي برضو لو هي مجتهده اسمعني بس اسمعني كمواطنه، لو هي مجتهده وشاطره يا فندم وليها الحق انها تتعين وهي الاولى على دفعتها، ما برضو مش هحرمها من التعيين عشان ما يتقالش اصل عشان باباكي وزير اتعينتي. تمام. طيب. فين المسابقه يا فندم وكانت بتاريخ كام وايه المعيار اللي تم عليه وكم حد اتقدم معاها؟ ويا ريت الباشمهندس هو معانا كده يقول لنا المعيار اللي تم عليه التعيين، هل هي تمت دكتور محمد بالفعل ولا بتاشيره معالي وزير البترول؟ دكتور محمد اتفضل يا فندم. المسابقه كانت فين وامتى واعلنت امتى يا فندم وكانت ايه الشروط؟ لانه انا حتى اتعينت بموجب اجتيازها للمسابقه ولا بموجب تاشيره معالي الوزير؟ طيب هو برضو يا دكتور محمد خليني أضيف لحضرتك معلومة قبل ما نسمع رد حضرتك، أنه حسب ما وصل لنا من معلومات أنه الأستاذة شيماء اتعينت بقرار من الوزير شخصيا، وزير طارق الملا وزير البترول. لا لأن كل رؤساء شركات محدش يملك أنه يعين حد إلا بموافقة الوزارة. طيب هو الوزير نفسه يا فندم هو اللي أشر على تعيينها. و
والمسابقه يعني كلامنا مش متعارض مع بعض معالي الوزير نفسه. تاريخ المسابقه تمام وتاريخ المسابقه واللي تقدم لها قد ايه وكانت بتاريخ كام المسابقه يا فندم؟ المسابقه كانت امتى يا فندم؟ اتفضل. انا مش قدامي ورقه ده دلوقتي، حضرتك كلمتوني على فجاه. انا مش قدامي، انا بقى في العربيه مش على فجاه يا فندم. يعني ده الموضوع متواتر بقى له كام يوم في ماشي العربيه يا سياده النائب. انا في العربيه، انا مش في المكتب. احنا طبعا احنا على الهوا، كلام حضرتك ثابت تماما، وارجو انه يكون الكلام كما هو، ونشوف المعيار للشركه. وهل المعيار ده على كل شركات البترول عندكم ولا كل خاصه؟ ايوه كل شركه. ومنين الناس بتيجي لوحدها تعايز تتقدم كده وبتاخد من كل 20 واحد، ولا بتقدم مسابقه حضرتك بتعلن عنها؟ بتتعلن عليها على الويب سايت بتاع الشركات، كل شركه بتعلن على الويب سايت بتاعها عشان ما بيبقاش في الجرايد. طب احنا ممكن يا فندم يعني اضعف الايمان نشوف حتى سكرين شوت من الهيستوري بتاع صفحه الفيسبوك بتاعه الشركه، ونشوف الاعلان اللي كانت عاملاه او المسابقه والمعايير اللي هي طالباها والشروط. انا بقول لحضرتك انا في العربيه. لا تمام انا بس استاذن حضرتك في حاجه دكتور محمد، لانه يعني احنا دلوقتي بنحاول بقدر المستطاع اننا ايه نطبطب على اولادنا وعلى شبابنا ونقول لهم انه بجد الدنيا اتغيرت، وان الصعاب اللي موجوده دلوقتي دي مش لانه احنا ماشيين غلط، لكن لانه التحديات علينا كبيره قوي. فلما يبقى في قصه زي كده الشباب تتداولها ويقول لك شايفين اهي عشان بنت الوزير اتعينت، في حين انه في قبلها سنين متخرجين وقاعدين ما يجي لهمش ربع الفرصه دي، احنا واجب علينا ان احنا حاجه من الاثنين، يا الكلام ده غلط، وزي ما انا كنت بقول من شويه بالامانه لو البنت تستحق التعيين، لو الانسه الفاضله تستحق التعيين وفعلا الاولى على دفعتها زي ما حضرتك قلت مرتبه شرف والشروط كلها تنطبق عليها، واحنا كنا عملنا دورنا في المسابقه وتم اختيارها بالمسابقه مش بتاشيره وزير مثلا مجامله لوالدها اللي هو زميل وزير زميل او كده، لا طبعا ده حقها، ومش عشان هي بنت وزير نقول لها والنبي خليكي قاعده في البيت عشان ما يتقالش كذا، ما ده ما يرضيش ربنا برضو. لكن كمان لو انه كان في مجامله من اي نوع، لا من حقنا نعرف يا فندم، من حقنا نعرف ومن حق الشباب يعرف، وساعتها الصراحه هنحيي النائب البرلماني الفاضل اللي ما عداش عليه الخبر كده، اللي حب يستوقف في الموضوع ويعرف ايه القصه بالظبط. بشكر حضراتكم الدكتور محمد عبد العزيز رئيس شركه ميدور للبترول، ومرة تانية سيادة النائب أشرف رحيم عضو مجلس النواب، وإحنا هنتابع إن شاء الله. يا شباب وحياتكم، لو دكتور محمد في العربية زي ما يعني هو بس بيقول سايق، لو خلال الساعة ساعة ونص اللي جاية هيوصل مكتبه ويبقى يقدر يبعت لنا صورة التعيين أو المسابقة، يعني يا ريت يبعتها لنا نعرضها على الشاشة بمنتهى المصداقية. هنطلع نشوف دلوقتي تقرير لحاجة تشرف وحاجة تفرح شوية الحقيقة، يعني في يوم كده بدأناه بداية صعبة قوي النهاردة. يعني تقرير لوضع حجر الأساس للمبنى الجديد المتكامل لأمراض وزراعة الكبد بجامعة المنصورة. المبنى ده إن شاء الله بإذن الله على مساحة 800 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 70 مليون جنيه، في منها 15 مليون جنيه كان تبرع جاء من فاعل خير. فاعل خير سمع عن المركز، شاف المركز، صدق وآمن بأن مصر فيها ناس حلوة قوي وفيها ناس نظيفة قوي، نظيفة جدا، وان احنا محتاجين نتكاتف في عمل الخير ده، بعد 15 دفع 15 مليون جنيه لهذا المركز. يعني ربنا يبارك لك ويكتر رب من امثالك. شوف مع بعض هذا المركز، ونجدد التحية والاحترام للأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ ورئيس أمراض الكبد ومركز الكبد بجامعة المنصورة، الأستاذ الدكتور محمد إناوي رئيس جامعة المنصورة، وكل الأساتذة الأفاضل اللي أكتر من مرة في صباح دريم نهتم إن احنا نتكلم عن هذا المركز المحترم لعلاج الكبد وخصوصا لغير القادرين. شوف هذا التقرير ونقول لهم ألف مبروك وبالتوفيق، عقبال ما نفتح 100 مركز، وعقبال يا رب إن شاء الله لما تنتهي كل الأمراض، يعني كل مرضى الكبد في مصر بإذن الله يخفوا. نشوف التقرير ده ونرجع على طول نتكلم عن تلك القضية التي لا تزال أبواب الجدل فيها مفتوحة على مصراعيها بل وتزداد كل يوم. قانون الرؤية نقدر نعوضه بقانون الاستضافة لغير الحاضن، وإيه الحدود؟ وتفتكروا ممكن اجي الام اتطلقت لما ابنها يكمل 9 سنين واقولها شكرا على حسن التربيه عن اذنك بقى عشان الابن او البنت هيتاخده منك، يروح للاب ولا لا؟ بعد هذا التقرير.
حضور محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي والأستاذ الدكتور محمد قناو رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد عبد الوهاب رئيس فريق زرع الكبد وعمداء وأساتذة الجهاز الهضمي. تم وضع حجر الأساس للمبنى الجديد المتكامل لأمراض وزراعة الكبد بجوار مركز الجراحة للجهاز الهضمي بجامعة المنصورة على مساحة 800 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 70 مليون جنيه، منها 15 مليون جنيه تبرع من فاعل خير. اسمح لي في الأول أشكر قناة دريم برضو، لأن قناة دريم من خلال البرنامج صباح دريم مع منا فاروق عملت شغل هائل جدا للجهاز الهضمي، فمعلش لازم أشكرها لأن برضو كان لها دور أن هي تساعدنا أن الناس تشوفنا. يعني في أكتر من برنامج ساعد مركز جراحة الجهاز الهضمي أن يبدأ تسلط علينا الأضواء، لأن زي ما بقول دايما يعني إحنا في الجامعات الأقليمية ما حدش شايفنا قوي يعني. فده في البداية شكر قناة دريم. تاني حاجة بقول إن هذا العمل النهاردة بيعطي بارقة أمل جديدة لمرضى الكبد في المنصورة. إحنا الحمد لله بنحتل المركز الأول في مصر، ونعتبر على المستوى العالمي المركز الثالث من حيث نقل زراعة الكبد من مريض حي إلى مريض كبد. يعني إحنا في مشروع حالياً هيحل أزمة عدد كبير من المرضى وقوائم الانتظار لقوائم المرضى الراغبين في زراعة الكبد. وهي طبعا لا يغفر على الجميع أن مشكلة الكبد ما زلنا في اللي هنقول توابع الناس التي لم تعالج على مدى السنين اللي فاتت كلها، والناس النهاردة محتاجة زرع. جامعة المنصورة كلية الطب تحديدا تحظى بمقومات بشرية من أعضائها تدريس على قدر كبير من الكفاءة وتلقي العلم والدراسات العليا والأبحاث وحضور مؤتمرات ودورات تدريبية وما شابه ذلك على أعلى مستوى. أشكر القناة والقائمين عليها للمجهود الضخم اللي بيبذلوه في إظهار الشمعة المضيئة أو الشمعات المضيئة في مصر هنا في المنصورة في مركز الجهاز الهضمي في برنامج زراعة الكبد البرنامج المميز في الشرق الأوسط. تزامن وضع حجر الأساس لمركز الكبد بالمدينة الطبية مع اليوبيل الفضي لمركز الجهاز الهضمي، حيث تم إجراء عمليات زرع كبد لحوالي 513 حالة حتى الآن في جميع المحافظات من القاهرة حتى أسوان مرورا بالعريش ومرسى مطروح. النهاردة بالظبط هو اليوبيل الفضي لإنشاء مركز جراحة الجهاز الهضمي. إحنا افتتحنا مركز جراحة الجهاز الهضمي يوم 25/4/1992 المبنى الجديد اللي إحنا فيه ده، وإحنا أول مركز مخصص لجراحات الجهاز الهضمي، يمكن المركز الوحيد، مش المكان الوحيد اللي بيعمل عمليات زرع الكبد، لكن هو المكان الوحيد اللي بيعمل جراحات الجهاز الهضمي، من أول جراحة المريء، المعدة، البنكرياس، قنوات المرارية، الكبد، الأمعاء الدقيقة، الطحال، القوق، كل أمراض الجهاز الهضمي وجراحاته ومناظيره في مكان واحد هنا عندنا هو مركز جراحة الجهاز الهضمي، ده المكان الوحيد. اليوم مناسبة سعيدة جدا جدا أننا بنفتتح مبنى خاص لزراعة الكبد في جامعة المنصورة. احنا زرعنا دلوقتي حاليا حوالي 520 حالة كبد، بنستخدم أوضتين عمليات في ضمن الخمس أوض اللي موجودة للمركز كله، وبيستغلوا حوالي 20 سرير في الدور السادس. ده هيبقى مبنى خاص بجراحة نقل الكبد، هيبقى فيها عمليات خاصة بيها، عنايات خاصة بيها، أسرة، وده هيدلنا إمكانية أننا نضاعف الحالات. المركز يعتبر أول على مستوى الجمهورية زراعة واهتماما وتشجيعا وكل شيء فيه، وده اللي شجعني أجل المكان ده، أجل الشجاع واقف فيه وأضع كل مدخراتي فيه بصراحة. وأنا في الغربة 29 عام وأنا في الغربة، وأحمد الله سبحانه وتعالى أنني مرتاح نفسيا وأولادي معي في هذا المكان، وأتبرع فيه لأدفع معي أهل الخير، وفقهم الله وبارك فيهم أن يقفوا جنبي ويقفوا لهذا المكان الصرح الطبي العظيم. بصراحة الفخر لنا للدهلية جميعا وفي مصر جميعا، لأنه الأول على مستوى الجمهورية بصراحة. أكثر من 200 حالة في الانتظار للعلاج وإجراء عمليات زرع الكبد، ومن المقرر هذا المبنى الجديد المكون من 7 طوابق مصممة بتصميمات أفضل المراكز الطبية العالمية لمجال زراعة الأعضاء أن يسهم في القضاء على قوائم الانتظار. جاكلين ماهر، صباح دريم.
اترفضت قضيه الطلاق بعد 3 سنين عشان طلق اترفضت قضيه الطلاق. وطول الثلاث سنين دي انت عايشه مع جوزك؟ لا طبعا، لا مش عايشه مع جوزي. انا بقالي 3 سنين، داخله في 4 سنين عند اهلي، داخله في 4 سنين عند اهلي، ومعايا طفلين، معايا طفل 5 سنين ومعايا طفل 3 سنين. ابوهم ما شافهمش، ما يعرفش عنهم اي حاجه، ما بيصيرش عليهم جنس. عملت دعوه حبس، دعوه حبس. كل ما اروح داخله في سنه دلوقتي، كل ما اروح اقول لهم على دعوه حبس، إذا خسر رئيسي المباحث، رئيسي المباحث تقول لي أنا مشغل جن، أجيبه لك منين؟ بقى لها سنة. أنت عاملة دعوة حبس على جوزك؟ لا، عاملة دعوة حبس داخلة السنة. عشان النفقة. دخلت رئيسي، أيوة، دخلت رئيسي المباحث، رئيسي المباحث ما رضاش، يقول لي أنا مشغل جن معايا، أنا أعمل لك إيه؟ حاضر. أنا أعمل لك إيه؟ أنا مش مشغل جن معايا عشان أجيبه لك. عملت اللي هي بتاعت عفش، العفش، عشان أروح أشتري من العفش بتاعي. طلعت معايا الرقوع عشان يستلم العفش، لقيته مش موجود في الشقه. طب اعمل ايه؟ والله لما والدته قالت هو مش موجود، سافر. طيب لما طب يعني انت دلوقتي يا مروه، انت دلوقتي المشكله انك مش عارفه تجيبي جوزك، فلا منه بيطلقك ومديكي حقك بقى، ولا منه بيصرف على الولاد. لا ما شافهمش اصلا، ما شافهمش اصلا. انا هستغل وجود المحامي الاستاذ علي صبري واخد رايه يا مروه. حاضر، وسيبي رقم تليفونك لو حابه يتواصل معاكي. حازم اتفضل يا فندم. صباح الخير. صباح النور يا فندم. حضرتك انا دلوقتي وعرفت ان ليه الحرب النهارده قايمه والطفل هو اللي بيتحارب عليه. ليه يا فندم؟ ليه؟ في حرب بتقوم كل يوم على الاطفال. يعني النهارده الناس معترضه على فكره الاضافه، طب الاب يعمل ايه؟ ايه دور الاب في حياه الاطفال؟ هل الاب النهارده يتحول لمجلس فلوس بس؟ كل دوره انه يصرف كل شهر فلوس على الاطفال ويدفع النفقات؟ وانا معترف اعتراف كامل ان الاب اللي ما يصرفش على عياله ده اب غير سوي. ده اللي كان الاستاذ احمد شوشه بيشرحه من شويه، ودي كده كلام مهم طبعا جدا. هل احنا دورنا كرجاله هي احسن ست في الدنيا وانا احسن راجل في الدنيا، بس ربنا ما اردش ان يبقى في نصيب بينا. هل دورنا كرجاله النهارده نحرم من ولادنا؟ لا طبعا، ولا دورك كراجل انك تكون تحل محل مكنه الاي تي ام خالص. يبقى انا النهارده انا بدفع النفقه بتاعتي اكتر من القانون بيدفعها، يعني القانون قال لي 2000 جنيه انا بدفع 3. النهارده انا براعي ولادي بحتى المدارس موجوده، بس اخر خالص انا محروم من الشغل. يعني حاضر يا استاذ حازم. لا، ومين النهارده اللي يقول للمحكمه هي اللي ما تحكمش؟ ومين يقول ان انا عايز ضمانات عشان عيالي يبقوا؟ يبقى الزوج النهارده لما كان بيتقدم كان احسن راجل في الدنيا ساعه ما جاب الشبكه وساعه ما جاب الشقه، وكان احسن راجل في الدنيا. ولما انفصلوا يبقى لا ولاد النهارده مش تامن معاه. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ فكر على مين ده؟ بشكرك يا استاذ حازم. مين يا شباب؟ طيب عايزه اروح للاستاذه شريفه حمدي، انت متحدثه باسم حمله تمرد ضد قوانين الاسره. راي حضرتك في الكلام اللي اتقال والمشروع اللي حضرتك طبعا على درايه بيه. هو اولا احب ابدا كلامي بان انا اعزي الشهداء اللي اصيبوا الصبح مساء امس، وده بدايه لكلامي ان انا بقالي 4 سنين مش قصتي ولا مشكلتي ان اهل الاب يعني يشوف الطفل. المشكله مش في الشوف يا فندم، المشكله في التوجيه وفي القياده وفي التربيه. حضرتك الاسبوع اللي فات انا اتشرفت بلقاء اللواء حمدي بخيت جوه مجلس الشعب. كان حوار بسيط جدا، هو سؤال قلت له حضرتكم بتطالبوا ان احنا عنا تبقى على اي حد غريب، جار، عربيه في الشارع، عشان مكافحه الارهاب وعشان ده الامن القومي بتاع الوطن كله. بالزبط. هو لا طفل ولا ام ولا خاله ولا عمه ولا اب، هو وطن باكمله احنا جواه. قال لي مظبوط. قلت له طب انت حضرتك ازاي بتطالبني ان انا اكون عيني رقيبه على الغريب وعيني مش على ابني؟ ازاي؟ ازاي انا لو شفت حضرتك انت جارتي بتعملي حاجه غلط ابلغ عنك، وانا ابني ما اعرفش لا بيروح فين ولا بيجي منين ولا مدرسه فين ولا مصاحب مين ولا مين بيوجهه ولا راح جامع يصلي الله اعلم قاعد يحضر حصه زي اللي بنسمع ان هي بيتقال فيها ايه؟ ده غسيل مخ للاطفال من الصغر. الارهاب ما بيجيش صدفه ولا بيجي قبلها باسبوع. الطفل بيتكون وبيشكل على ما طلع عليه. فما ينفعش ان حضرتك تجتزئي اكبر واهم جزء في حياته في 3 ساعات.
بصرف النظر بقى ان هم في الشارع، هم في البيت، هم في اي حته، ثلاث ساعات دول حضرتك لا، هو الحق يقال انه كمان احيانا بيبقى الثلاث ساعات دول حتى بيتقضوا في ظروف غير ادميه، لا للاب ولا للطفل اصلا. يا فندم، الرؤيه اساسا اللي بيختاروا الزوج. اكمل كلامي، اللي بيختاروا مكان الرؤيه سواء بقى في مركز شباب، سواء في نادي، سواء في اي حاجه. هو في حاجه كمان اللي بيحدد مكان الرؤيه هو القاضي، اللي مش الطفل، هو الطفل مش هيروح ببونبونيه يفجرها، اصل هو مش الطفل ده بيتكون ويتشكل. يا فندم دي عوامل كتير، مش الام، مش الام خالص، الام احسن ست في الوجود وهي اكتر واحده هتخاف على ابنها، لكن في عوامل تانية كتير. تمام. في الشارع، في الجامع، في المدرسه، حتى في لو كان النادي، في بيت، في الصحاب. انت ما عندناش كل اصحاب، بس بيت الام ازاي؟ ما هو هم متطلقين دلوقتي. هم متطلقين دلوقتي، بس هو بالنسبه لها كده راجل غريب، بس عدد في البيت ساعات ازاي؟ الرؤيه تبقى اطول، ممكن تدخل فيها العمه، العم، الجد، الجده، مفيش اي مشكله. يعني مفيش اعتراض على قانون الرؤيه ككل. اما الاستضافه، ان يعني لا الستات كلها كويسه ولا الرجاله كلها كويسين. في كده وفي كده. انت قلقك انا اعرف منين بقى ان الطفل ده باباه كويس؟ الطفل لو على 9 سنين راح للاب، الطفل باباه ده مش حضرتك كنت متجوزه؟ طب ما هي طلقت منه حضرتك الطفل. ماشي، طب ما انا اتطلقت منه. هو خلاف، اتطلقوا يا فندم خلافات، لكن مش معنى كده ان هي مجرد اتطلقت منه شخصيه جديده بعد الجواز. هو وحش كده واهله وحش. ممكن اكون اكتشفت شخصيه جديده بعد الجواز، ممكن يكون ادمن المخدرات، استامن ان هي ممكن يكون سادي. في النهايه ده ابو الطفل. صح. انت حضرتك في دكاتره نفسيين، في محكمه، في تحريات، في حاجات كتير قوي تقدر تحكم في تلاعب فيها الموضوع ده. طيب حضرتك التحريات دي، كان في تلاعب في تحريات النفقه، تلاعب في تحريات النفقه بالنسبه لي انا، احنا كحاله تمام، تحريات جت من مباحث الاسم اترفضت، المحامي بتاعهم اتفضل مشكورا وقال لك احنا عايزين التحريات من مديريه الامن، مباحث الاسم تاني يعني مرتين، ومديريه الامن، واتعملت طيب نفقه مجمده 27,000 لمده 3 سنين، وبتدفع واذن العرض موجود، ما اتدفع ولولا ان امبارح ولما جه الحكم، علشان حضرتك لما رفعتوا قضايا لو سمعتيها، لو سمعتي ما كانتش تعلم لو سمعتي حضرتك احنا ما رفعناش اي قضايا على حد. انا بتكلم بس على حضرتك، اتفضلي، القانون ده مختوم بختم النسر من الدوله. حاضر. سنتين ونص ما لم يحضر الرؤية للرؤية، لم يحضر الطفل للرؤية، لم يحضر الطفل للرؤية. ومن فضلك احنا كنا في حلقة مع بعض قبل كده، أيوة، وقلت لك ما فيش داعي نتكلم في مواضيع شخصية. ودي برضه انا عايز اسمع اصوات استاذ احمد واستاذ علي واصوات برضه الناس اللي معانا في التليفون، بس خليني اقول برضه انه تعقيبا على هذه النقطة، احنا برضه رصدنا حالات كثيرة جدا لستات وامهات بيستغلوا موضوع الرؤية ده في ابتزاز الراجل. دي واضحة وموجودة جدا. تمام. على فكرة أنا ادفع زيادة وانا خليك تشوف ابنك، اعمل لي معرفش ايه وانا اجيب لك ابنك. طب انت ليه من الاساس تدخل مراتك المحكمة؟ هي ما خليها بقى، ودي هي اللي بتدخل كتير قوي. انا هرجع لك يا استاذ احمد وارجع لك يا استاذ علي. اخد بس مين يا شباب سريعا الاتصالات ورا بعض. سونيا اتفضلي. اتفضلي. صباح الخير. صباح النور يا حبيبتي، اتفضلي. هو حضرتك انا في مشكلة خاصة بيا انا. اتفضلي. انا فنانه تشكيليه، كنت عايزه اعرض مشكلتي انه دي بتمس ناس كتير. اتفضلي. انا مسيحيه، اتجوزت براجل مسلم من 13 سنه. هو دكتور امراض نساء مشهور. تعرفت عليه من خلال العياده لما كنت مريضه عنده. ارتبطنا ببعض واتجوزنا، خلفنا بنت عندها دلوقتي 11 سنه. ما شاء الله. انفصلنا عن بعض في اخر سنه 2014. واتفاجئت بانه هو رفع قضيه ضم لبنتي، وده كان لاختلاف الديانه، وطالب ضمها لامه اللي عمرها 86 سنه، لان هو عنده زوجه اولى وبنتين كبار، والقانون بيقول حسب رؤيه القاضي، لكن دار الافتاء بيقول ان الزوجه المسيحيه تعامل معامله الزوجه المسلمه. بما ان الاسلام احل الزواج من المسيحيه. تمام. وانا عايزه اعرض مشكلتي في برنامج، اذا كان ممكن استضافتي للبحث عن حل في الموضوع ده. طيب. غير اني انا اتهددت منه ومن اخوه اكثر من مره بقتلي وقتل بنتي ومرات بخطف بنتي. فانا بناشد جمعيه حقوق المراه وحقوق الطفل، و أرجو إني أنا وبنتي يعني يكون لنا حل. سونيا أنا هستأذنك، سيبي رقمك من فضلك،
ما تقفليش غير لما تسيبي رقمك، واحنا هنتواصل معاكي بعد برنامج ان شاء الله، هنحاول نحطك على اتصال مع القامي للمراه باذن الله. احمد اتفضل. صباح الخير يا استاذه منى. صباح النور يا فندم، اتفضل. ازاي صحتك وازاي الاستاذه مها؟ الف حمد يا رب والف شكر. برنامجكم كويس جدا وناس كتير قوي بتتابعوا. نعمه من عند ربنا الحمد لله. انا كلمت حضرتك قبل كده، ليه احنا بنتكلم في المشكله بعد وقوعها؟ ما انا قلت قبل كده لحضرتك لازم قسيمه الجواز تتنظم قبل الجواز. انا النهارده زي الاخت اللي كانت بتتكلم المسيحيه، هي لو كان الكلام اللي بقوله ده اتنظم في عقد الزواج قبل الزواج ما كانش هيبقى فيه مشكله. النفقه النهارده لازم تتكتب النفقه يعني في قسيمه الجواز. انا واحد جاي يتقدم جميل بساله انت بتاخد دخلك كام؟ 5000 جنيه. طيب قسيمه الجواز يروحوا يكتبوا القسيمه عند المأذون بالبنود والشروط النفقه والرؤيه وكل حاجه تتكتب في بنود في القسيمه. وفرت على القضاء، وفرت على الست انها تروح تتلطم في الاقسام وتحاول تثبت دخل الزوج ويتلاعب في دخل الزوج. طيب انا من الاول انت جاي النهارده هتدفع مهر كذا ومؤخر كذا، لا قدر الله في حاله الطلاق النفقه 2000 جنيه من طيب. الشهر الاولاني. انا بشكرك عشان بس الحق اسمع كل الاصوات. يعني حضرتك بتقترح تنظيم كل الشروط في عقد الزواج، وانه ده هيوفر بقى علينا محاكم وقضايا وسنين وبهدله اطفال. هطرح ده مع ضيوفي حالا. محمد اتفضل. صباح الخير. صباح النور، اتفضل يا فندم. بحييكي وبحيي ضيوفك الكرام، بس كان ليا سؤال واحد بس. أنا كل طرف، كل ما حد بيطلع من الحقوقيين اللي هم طلعوا مره واحده انا حقوقيه في حق المراه والكلام ده كله، فين حق الطفل اللي هم بيتكلموا عليه؟ طب رايك نجيب للطفل حقه ازاي في القضيه اللي احنا بنناقشها دلوقتي؟ انا شايف ان الموضوع، بصي، حق الطفل في شقين، في شق نفسي وفي شق مالي. الشق المالي ده اللي هي بتبقى مسؤوله عنه الام وبتكتسبه وتقول لك انا النفقه. احنا ما طلبنا تغيير القانون، احنا طلبنا تغيير بالكامل، ما طلبناش تغيير نقطه معينه. بعدين نفسي افهم تاني حاجه برضو، احنا دلوقتي اشمعنا لما طلب الرجاله طلبت الاستضافه عبر الموقع ده الستات كلها دي ما اتكلمتش على موضوع النفقات ان هي مكحفه وعملوا ثوره زي ما هم عاملين دلوقتي. ولما تطلع حقوقيه امبارح في قلب التلفزيون في البرنامج مع معتز وتقول لك احنا عجبنا القانون دوت ومش هيتغير، تمام؟ يعني معنى كده ان القانون بالنسبه لهم ما فيهوش اجحاف، يبقى معنى كده ان بتحط على رصيد بتشتت الطفل ذات نفسه، يبقى انت كده كأم انت ما بتحبش الطفل. احنا بنتكلم ان القانون لازم يعاقب الاب اللي ما بيصرفش والام اللي بتحرم عيلها من صله الرحم. ده اللي احنا بنتكلم. بشكرك جزيل الشكر يا استاذ محمد. سامح اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا الله، احنا يعني بندفع نفقات كتير، ويعني ب 700 جنيه ومحرومين من شوف العيال، يعني العيل ده ما بيجيش. بتدفع نفقه 800 جنيه وما بتشوفش العيال. لا ما بشوفش العيل. ام العيال ما بتجيبلكش العيال يعني يوم الجمعه مثلا؟ معايا يوسف ومن يوم ما مشى ما شفتوش، يعني من يوم ما راح مع امه وانا حضرتك ما شفتوش. ما طب انت رفعت قضيه؟ نعم رفعت قضيه؟ وايه وضعها ايه دلوقتي القضيه؟ مفيش، لسه في المحكمه زي ما هي، يعني نطلب العيال رغم انها لسه النفقه وما بنأخرش حاجه عشان الولا وكده. فانت اتحكم انك تدفع نفقه بسرعه لكن لسه ما اتحكمش في موضوع الرؤيه. لا الرؤيه هو المفروض ان هي اتجوزت، المفروض من حق امي يعني لان امها متوفيه. هي اتجوزت؟ طليقتك اتجوزت؟ طيب يا استاذ سامح. طيب يا استاذ سامح. هيثم اتفضل يا فندم. الو اتفضل يا فندم. الو مساء الخير، صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. يعني بحيي حضرتك وبحيي استاذ شريفه طبعا. اهلا بيك. تمام دلوقتي يا فندم احنا بنتكلم على موضوع الاستضافه، تمام؟ انا عايز اعرف يا فندم دلوقتي ليه دايما الاب واضح في الصوره ان هو شخص يعني مش سوي، يعني ليه بعد الطلاق او بعد الانفصال بيتقال ان الاب غير سوي؟ احنا انا عايز اقول كلمه، لو في اخلاق بين الطرفين مش هيبقى في مشاكل. لو في اخلاق بين الطرفين حتى لو انفصلوا واتطلقوا هيراعوا ربنا في العيل اللي ما بينهم دول. يعني في حالات يا فندم انا اعرفها ما بيبقاش فيه، بيبقى فيه طلاق بس بيبقى فيه ود والولد بيروح عند والدته بيقعد باليوم وباليومين مفيش اي مشاكل، لكن مجرد دخول الاب والام المحكمه هنا بتبدا الفوضى بقى.
بشكرك يا هيثم جزيل الشكر. يا رانيا اتفضلي، اخد بس اتصال كمان بقى ونرجع نناقش مع ضيوفنا. اتفضلي يا رانيا. صباح الخير. صباح النور يا حبيبتي، اتفضلي. اي حضرتك، انا بنتي عمرها 6 شهور وباباها خطفها مني ببلطجه، تمام. وبقالي 3 شهور ما اعرفش حاجه عن بنتي. انت عايش مع ست غريبه مش حتى مراته، مع بنتي مع ست غريبه، وهو يعني هو مقيم مع واحده مش مراته، مقيم مع واحده مش مراته. ما اثبتي ده؟ اثبتي ده يا رانيا؟ لا، الكلام ده مامته اللي قالته. طب خليكي معايا يا رانيا ثواني، استاذ علي بخبره حضرتك، استني يا رانيا، اهدي بس اهدي. استاذ علي، لو اثبتت انه جوزها قاعد مع واحده مش مراته وخاطف بنتها وقعدها مع الست اللي هو مش مراته، لو لسه جوزها هي ليها الحق تثبت ده وترفع دعوه زنا زوج، ساعتها الزوج هيتحبس هو وشريكته. حلو، تمام. حلو. بس هي مشكلتها دلوقتي في ان الطفل مش معاها ومش عارفه تنفذ حكم التسليم. هي الازمه كلها حضرتك في التسليم، في الحكم، في تنفيذ الحكم، تنفيذ الحكم في مش في الحكم. يعني تسليم السيارة ده بيطلع في اسبوع، قرار من المحامي العام ممكن يطلع في اقل من اسبوع. لكن الفكره في تنفيذه، ما بنيجي ننزل ننفذ بالقوه الجبريه ما بنلاقيش الشخص ولا بنلاقي الطفل. طب بس هو بيته معروف، مكانه بيته معروف، بس وقت التسليم ممكن ما يكونش موجود. احنا عندنا حضرتك برضو يعني ايه، في بعض المنظومات فساد اداري كبير، فممكن يكون بيبلغ، ودي عندنا حالات كتير كده. طب انا هستاذنك برضو ندي حضرتك رقم رانيا لو تقدر بس تنصحها تعمل ايه يا فندم. كتر خيرك، يعني محرومه ببنتها مش عارفه تشوفها لغايه دلوقتي. استاذ احمد، رايك ايه في مجمل الاراء اللي سمعناها دلوقتي ده؟ انا عايز بس مبدئيا يعني لما نيجي نتكلم نفصل، يعني لازم نكون بس نخرج شويه بره قصه المؤامرات. اصل الاب وحش، اصل الام وحشه، ده موجود وده موجود. صح. زوج الام بيعذب العيال، لا ده زوج الاب، زوجه الاب هي اللي بتعذب العيال، ده بيحصل وده بيحصل. صح. يعني كل الحاجات دي موجوده هنا وهنا. الاب ما بيجيش يشوف الاولاد، بيحصل. الام ما بتوديش عند يشوفوا الاولاد، بتحصل. فانا عايز اخرج بس بره الخناقه دي واتكلم بموضوعيه بحته. انا دلوقتي عندي قانون قدمته، الحته اللي بنتكلم فيها او معمول عليها لود في الحلقه النهارده هي الاستحاب. فانا محتاج والسن والانخفاض بالسن، نزول بالسن. حلو، هخش في حته الاستحاب وارجع للسن. انا كاتب في القانون بنقول ايه، يكون تنظيم حق الاستحاب رضاء، واذا تعذر للقاضي فللقاضي بعد سماع اقوال الطرفين والموازنه بينهما وما تمليه مصلحه الصغار الحكم بالاستحاب بدءا من عمر 3 سنوات للمحضون لمده لا تقل عن 24 ساعه ولا تزيد عن 72 ساعه واسبوعا في اجازه منتصف العام واربعه اسابيع في اجازه العام الدراسي وفي الاعياد والمناسبات الدينيه. اكمل بس لحد ما نرد على بعض ماده ماده. لا، ما مفيش، دي مش ماده، انا لسه ما خلصتش الماده، لسه في نفس الماده. ما هي ماده واحده منظمه الامر كله. انا بس عايز اسال سؤال. اتفضل. اللي ذكره استاذ احمد ده، هل كافي انه هل ده اللي يحقق فكره انه الاب يقدر يوجه ابنه زي ما استاذه شريفه كانت بتقول ويربيه وياخد باله منه ويعرف هو بيخرج فين وبيعمل ايه؟ يعني هل ده اصلا كافي؟ طب انا اقول لحضرتك، احنا مشكلتنا في الاستضافه مبدئيا عندنا مشكلتين. اولا، اول حاجه الحضانه. الحضانه هي حق اصيل للطفل قبل ما يكون للام. انا اما اخد 3 ايام واسبوع في نص العام، في نص اجازه نصف العام وشهر في اخر السنه، يبقى انا منتقص من حق الام في الحضانه وحق الطفل قبلها. تمام؟ لان الحضانه القانون والدستور والشريعه ادتها للام كامله، ما ينفعش انا اجي انتقص منها. وفي حكم محكمه نقد سنه 2010 قال ان لا يجوز اصطحاب الاب لابنه لما بيت معاه، لازم الطفل يبات مع امه. تمام؟ ليه حق الرؤيه، وليه حق ان هو يقعد معاه، وليه ويباشر عليه التربيه ويشارك في تربيته وكل حاجه. تمام؟ لكن ملوش حق الاستحاب او الاستضافه. بس احنا يعني على ارض الواقع، لو الام عايزه تغيظ الراجل ولا هتسمح له اصلا يسال ابنه؟ طيب، انت رايح فين وجاي منين؟ صح ولا لا يا استاذه شريفه؟ حضرتك يعني بالتلات اربع شهور كان بيسافر اجازه الصيف، انت حتى صوته ما بيسمعوش ولا يعرف هو في انهي محافظه ولا في انهي بلد ولا قاعد فين. لما الاب عمل لابنه منع سفر، انا مش قادره اقول لحضرتك على الثوره العارمه اللي معموله على الاب لحد هذه اللحظه اللي حضرتك بتتكلمي فيها، عشان الاب هو اللي مش عايز ابنه يسافر بره البلد، مش هو اللي هياخده ويخطفه. الاب ده مش عواطل يا فندم، الاب ده بيشتغل عشان يسد النفقات المطلوبه اللي حضرتك بتتكلمي عليها، فمش هيسيب شغله ومش هيسيب بيته، كان من باب اولى ساب من زمان. الحرب دي دايره بقالها 6 سنين، وفي ناس قبلي بقالها 10 سنين و15 سنه.
اي شرع واي قانون واي دوله في العالم تقول ان اب او اهل اب قاعدين في تلفزيون الدوله بيشحتوا يشوفوا ابنهم بدل ما يتقال لهم شكرا ان انتوا عايزين تحافظوا عليه. استاذه ايمان طب ارد ولا هتقولي ان انا بتكلم في امور شخصيه؟ لا لا اتفضل. هو انا نفسي نعمم المواضيع الصراحه، لكن الاستاذه شريفه اتكلمت في حاجه انت عايزه تردي عليها. عايزه ارد. اتفضلي. مدام شيماء طليقه اخوها عرضت عليهم. انا قلت لحضرتك ما تتكلميش في اي موضوع شخصي لان حضرتك ما تعرفيش تفاصيله. طيب ماشي بلاش صح. بلاش انا عايزه ارد للطرف سؤال بعد اذن حضرتك يا استاذه منى. لا 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 الطرف الاخر الطرف الاخر قادر يرد عن نفسه. ما دامش هي تطلع في كل برنامج بتشهر بيها انا ما جيتش غلطانه. طيب هي من حضرتك لو الحوار هيدار بهذا الاسلوب شخصا هي اللي بتتكلم يا فندم. هي اللي بدات قالت ال 27,500 انا رديت عليها. وعلى فكره طيب. نفس هذا الهزل طيب. حصل من اسبوعين وانا انسحبت من على من الحلقه. استاذن حضرتك برنامجنا لا يقدم الهزل في موضوعنا. ما اقصدش برنامج حضرتك بعد اذنك مش هنتكلم في حاجه شخصيه. طيب اوكي انا مش هرد عليها. طيب. انا عايزه بس اخد رايك دلوقتي في موضوع اللي طرحه استاذ علي بناء على الماده اللي بيتكلم فيها الاستاذ احمد. اولا الماده اللي الاستاذ احمد بيتكلم فيها بيقول انها استحاب، فدي مش استحاب، دي مجرد بس شالوا كلمه استضافه وحطوا مكانها استحاب. الاستحاب اساسا ان هو ياخد الطفل ان شاء الله حتى 12 ساعه بس يبات في حضن مامته. انت هدفك انه بالليل يرجع لمامته لحضن مامته. دي عندنا طيب احنا مشكلتنا. انا اسالك سؤال. هو لو الاب سيء قوي لدرجه انه هياخد الولد ويهمل فيه ما هو ممكن كيف قادر في ال 12 ساعه دي ان هو يدمر الولد؟ في ال 12 ساعه دي هيبقى في مكان عام. انا ما عنديش اي مشكله. انا بقول لحضرتك يبقى انا هنا برضو اجبرت الاب انه يقابل الطفل في ظروف معينه. افرضي هو عايز ياخده البيت عنده. يا فندم مفيش مشكله ياخده البيت عنده. عليا بالظبط ان هو يرجع تاني في نفس اليوم، ان هو لو ما رجعش الولد في حضن مامته في نفس اليوم يتحبس. طب اتفضل يا استاذ. طب انا هستاذن بس حضرتك يعني خلي الكلام عملي. قعد 12 ساعه 14 ساعه 15 ساعه هي لو عايز يهرب بيها يهرب بيها، لو عايز يسفرها يسفرها، ولو عايز يسيء ليه هيسيء ليه. هي نفس مكانه فين سواء ماشي. في البيت او في نادي او في حاجه هو يبقى معروف مكانه فين. هو الاب خده وقال لك انا رايح نادي الصيد وراح بيه اسيوط. يعني خلينا واقعيين يعني الموضوع اصلا من الاساس فاحنا حضرتك ساعات الرؤية. يعني الحته اللي انا عايز اناقشها يبقى مطول ساعات الرؤيه. هل ممكن نوصل للحل ده ان احنا زياده ساعات الرؤيه؟ يعني بما انه الطرف الثاني بيشوف انه البيات في حضن الام هو الضامن. يا فندم ايه الفرق بقى؟ يبقى احنا عملنا ايه ما بين الرؤيه وما بين الاستضافه؟ هو انا دلوقتي اب قاعد مع ابنائه هخلي حد قاعد حارس عليهم؟ ده لا يليق يا جماعه بالابوه ولا اي حاجه. لا يليق يا فندم. فده ما دام حضرتك خليت الاب صاحب سوابق سوابق بقى ليه صحيفه سوابق يبقى يليق بيه. بس احنا مش عايزين نعمم الكلام. انا محتاج يا جماعه بعد اذنكم صاحب سوابق يا فندم. انا الاحكام اللي بتتعمله تتاخد يمين وشمال بدون اي علشان تاثير الذوق. لو سدد الناس قولي حضرتك ايه. انا عايز اسال حضرتك سؤال. طب احنا عندنا برضو والده الطفل تزوجت ومفيش مفيش وثيقه. انا بتكلم الاستاذ المحامي في راي قانون. انا معرفي حقي ان انا ارد على الزوجه. لا اولا حضرتك انت مش موكله بالدفاع عنها. لا انا موكله على فكره. لا انت ما تعرفيش تفاصيل. لا انا عايز حضرتك يا فندم انا عايز اسال سؤال. احنا هنا لمناقشه مشروع قانون بيمس المصلحه المصريه وليس لمناقشه حاله شخصيه واحده. يا استاذ الام تزوجت وان الطفل حضنته اوريدي قاعد مع والدتها مش معاها. اه يا فندم بالتحريات وبشهاده الشهود. طيب خلاص حضرتك تقدر تعتبرني الموكله بتاعتك. عارف ان حضرتك حامله التمرد عندكم محامين كتير ممكن. لا 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 انا عايزه حضرتك بما ان حضرتك يا جماعه اعرض بقيه بقيه البند بس يشرح البيان. بس اخد ناديه الاول معلش. اتفضلي يا ناديه بسرعه لو سمحتي سريعا. اتفضلي يا ناديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو تسمحي انا بس ليا مداخله واحده على الناس اللي قاعده دي كلها. منظرهم مش مظبوط ابدا. كله لا يعني ايه يا فندم منظرهم مش مظبوط؟ انا ما اقبلش يا فندم ان الضيوف يتقال عليهم كده بعد اذنك. حضرتك على حق. لا قيمي الكلام اللي بيتقال، لكن ما ينفعش يا فندم اقول كده على ضيوفي. دول ضيوفنا على راسنا زي ما حضرتك ضيفتنا على التليفون على راسنا من فوق. حضرتك ما فهمتنيش. اتفضل. المنظر العام ان كل واحد عنده مشكله عمال عشان واحنا قلنا دلوقتي مش هنتكلم في حاجه شخصيه واحنا رافضين ان نتطرق لامور شخصيه. اتكلموا في الشخص. المهم لازم كل واحد يتكلم بموضوعيه. تمام. الموضوعيه ايه هي؟ ان المفروض دلوقتي مصلحه الطفل زي ما قال السيد المحامي ان هي حضانه الام ما تنتقصش منها شيء.
اللي احنا الاب والام والجده وكلهم على عيننا وراسنا برضه. حاضر. المفروض ان دول هنديهم حقهم. احنا مش كل واحد عشان عنده كيس عمال بيتحرى وبيوقف التاني، لازم نسمع بعض، لازم كل واحد فينا يسيب مشاكله الخاصه ويبص لمصلحه الطفل بس. طب انت رايك ايه يا ناديه؟ ينزلوا سن ينزلوا السن القانوني لتسع سنين؟ ما ينفعش حبيبتي، ما ينفعش خالص ينزل السن ده. الحاجه الثانيه الاب من حقه يشوف، بس الابهات مش عايزين يشوف. والله الكلام اللي بتسمعيه ده استعطاف من الاباء علشان ان هم الناس يقولوا لا يا الله. طب احنا عندنا حالات كتيره، احنا اللي بنتحايل على الجد والاب يجي يشوف. لكن ما فيش ستات برضو بتعاند وبتوري للراجل الاب العين الحمراء عشان يشوف ابنها ابنه يا ناديه؟ ما في برضو بعض الحالات وانا لمستها اتحايلت على جوزها نكون اصدقاء علشان نقدر نشوف الاولاد، تشوف الابن براحتك، قال لا انا عايز اشوفك ولا اشوفك ولا اسمع صوتك واقفي لي خالص واصطبي اسمي يعني. طب يا نادي انا بشكرك يا حبيبتي، بشكرك. احمد اتفضل. احمد اتفضل يا فندم. احمد معاك يا فندم. اتفضل يا فندم. لو سمحت تحياتي لحضرتك والضيوف المحترمين الموجودين. اهلا بيك. انا عايز اتكلم في نقطه واحده بس، احنا تيجي نقلب الاوضاع ونخلي الطرف الغير حاضن اللي هي الست. تمام يعني معلش يعني خلي الطرف الحاضن اللي هو الاب اللي معاه الاولاد، والست هي دلوقتي هي اللي بتجري في المحاكم عشان تشوف اولادها عشان تستضيف اولادها. تمام. هل هتقبل انها ابنها يقعد 15 سنه مع والده وبعد كده القاضي يخيره؟ يعني ماشي خليه بقى هيقعد 15 سنه زي ما القانون بيقول وبلاش 9 سنين هيقعد مع والده. طيب انا بشكرك. رايح اتفضل يا استاذ احمد، رايك ايه؟ بخصوص سن الحضانه 9 سنين ليها اسباب. اولا هو شرعا احنا مش جهه طبعا ان احنا نفصل في الشرع، ولكن لما بنسال وبنجتهد وبتاع في 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 في, في اصل الشرع هي ملهاش معيار سن محدد. سن الحضانه بينتهي بان الطفل يوصل لسن التمييز اللي هو يكون قادر على رعايه نفسه، ان هو يعبر البلوغ؟ عن نفسه تقريبيا. طيب. يقدر يعبر عن نفسه، يقدر ان هو يتحمل مسؤوليه نفسه في 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 خدمه شخصيه الى حد ما. طب يعني خلينا نستكمل بس الحديث. طب ما احنا بس بنتكلم في موضوع السن يا فندم. ايوه ما هو ده موضوع السن. ايوه 9 سنين يا فندم مش سن تمييز، لانه مش سن البلوغ حتى. وبعدين نتكلم معلش على ارض الواقع. تمام. الام لو امكانياتها محدوده 9 سنين و8 سنين و10 سنين، السن بتاع الولاد بالذات ده اللي هو عايز لعب وعايز موتوسيكل وعايز ما اعرفش ايه وبتاع، ما هو الاب برضو لو عن طريق الحاجات دي قدر يجذب الولد هياخده من الام. يعني انا قصدي انه السن ده مش قابل للتمييز وانه ياخد القرار، ده طفل يا فندم، طفل. بس خلي بال حضرتك ان هو في السن ده يعني حتى لما ترجع للطب النفسي في السن ده الطفل بيتكون عنده عقائد كتير. يعني مثلا الولد محتاج ان هو يبدا ان هو يتعايش في جو ذكوري شويه عشان يطلع راجل، يطلع ناشف، يطلع فاهم. استاذ علي نمشيها بالقانون ولا نمشيها بالطب النفسي؟ انا اوضح لحضرتك من ناحيتين، من ناحيه الشرع ومن ناحيه وتكون الشخصيه، بدايه تكون الشخصيه. لا ما يعني انا مش مختص في الطب النفسي، بس انا ايه ممكن اقول لحضرتك الناحيه الشرعيه والناحيه القانونيه. تمام. مبدئيا الدستور عندنا والقانون المدني قال ان كل ما هو دون ال 18 عام فهو طفل. تمام؟ بس هو ده القانون. كل ما هو دون ال 18 عام فهو طفل، بيعمل معامله ان هو لسه طفل. فتره بس احنا الحضانة. حتى على قانون الحاليه مش ماشيين على ده، على ان احنا 15 سنه دلوقتي. 15 سنه ما اقول لحضرتك، 15 سنه ده سن الحضانه. يعني ايه حضانه؟ الفتره اللي بيحتاج فيها الطفل لامه او حد يساعده في حياته. فهل سن 9 سنين يقدر يعتمد فيها على نفسه؟ يقدر ياخد فيه قرار؟ لا طبعا. طيب احنا عندنا حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام اما اب وام اختلفوا على مين ياخد الطفل، وراحوا له قال له يا غلام هذا ابوك وهذه امك فاختار ما شئت. فاختار الغلام، اختار الام. كلمه يا غلام اما ندور عليها في المعجم هنلاقي ان السن اللي هو تقريبا 14 15 سنه. تمام. لو كان هو اقل من كده ما كانش الرسول عليه الصلاه والسلام قال له يا غلام. ولا كان خيره. فاحنا بنستند للحديث ده بجانب ان سن الحضانه 15 سنه ده المفروض يزيد مش يقل. تمام. زائد ان في الدستور قال ان 18 سنه ده لسه طفل. فعلى اي اساس احنا عايزين ننزل من 15 ل 9 سنين؟
ازاي طفل ممكن نجيبه وهو عنده 9 سنين نقول له انت عايز تروح عند ابوك ولا عند والدتك؟ طيب ده يعني هو ده السؤال. طيب. اللي نرد عليه ازاي عايزين ننزل السنه من 15 ل 9 سنين. طيب في سؤال كمان فضل. بالنسبه فضل. للبنت كام سنه؟ ما هي 9 سنين للاثنين. 9 سنين مش في تغيرات فسيولوجيه بتحصل لها في سن مراهقه بتحتاج لمامتها فيها ولا طبعا. هي تروح تقول لباباها او لمربى لا لا أو وسن البلوغ بالنسبه للبنت ده أيوة. لازم الام تكون مامتها الام الجده الخاله يعني لازم طبعا ده. واما سن البلوغ 15 سنه فهو بيروح لباباه بس برضه بيخيروه. تمام. طيب اولا في بالنسبه للبند الدستوري بتاع سن ال 18 سنه ده سن الطفوله ده حقوق مدنيه وحقوق جنائيه امر مختلف عن سن الحضانه. تمام. برضو في الواقع لما بنيجي نتكلم دلوقتي 9 سنين هو ما هوش طفل مش فاهم يعني هو فاهم مستوعب كويس جدا يعرف ان هو يقول متطلباته يقول احتياجاته يقدر ان هو يعني ياكل نفسه يشرب نفسه. مش بقول ان ده صح ولكن انا هتكلم في حته طب في حته واضحه يعني شويه. طالما حضرتك نفسك حضراتكم يا استاذ احمد نفسكم الحته دي بالنسبه لكم برضو لسه فيها كلام. طب ما نوسع السن شويه ما خلي بقى حضرتك الحته دي في الاخر لا نحكم فيها شرعا ولا السيد الفاضل يحكم فيها شرعا ولا اي حد يحكم فيها شرعا. في جهه هي اللي هتحكم في الاخر. شرعا 15 سنه انا ما اعرفش الحقيقه هل شرعا في جهه 15 هو الشرع بيحدده. بعد اذن حضرتك بعد اذنك في جهه هي اللي هتفصل في بعض الامور. وخلينا نتكلم شويه من الناحيه القانونيه او التشريعيه شويه. انا في الاخر عملت مشروع قانون. احنا في واقع موجود دلوقتي ان في ازمه في قوانين الاحوال الشخصيه حقيقه. ده اعتراف لازم نعترف بيه. قدامنا حاجه من الاثنين يعني ندفن راسنا في الرمل ونقعد بقى نقول ايه انت اصل مش عارف خدت الواد لا انت اصل نصبت عليا مش عارف في ايه ونقعد بقى ايه نفتق لبعضينا يا اما ان احنا ناخد خطوه. والخطوه دي على حسابكم انتوا ليكوا اكمل بس وعلى حسابنا احنا اكمل بس. فاحنا خدنا خطوه قد نصيب قد نخطئ في الاخر. لا في لا ما فيهاش يا فندم اصابه. لا 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 فيها تربيه عيال ونشوه. طب اكمل بس وقهره قلب. طب ما على فكره انا عايز اقول لحضرتك على حاجه عايز اقول لحضرتك على حاجه لو هنتكلم بهذا المنطلق خلينا نقول بقى انه من سنه 2000 لما تم تعديل قوانين الاحوال الشخصيه واترفعت سن الحضانه للسن اللي احنا وصلنا له واصبحت المراه مش فارق معاها انا هتطلق وفي الاخر انا هاخد الطفل وهيفضل الطفل. اكمل يا فندم بقى بعد اذن حضرتك اكمل. انا بكلم حضرتك ده واقع وبقى انا هتطلق وانت اخبط دماغك في الحيطه ومش عارف تاخد العيال مني وده حق ده موجود لا قانونا محدش بيعرف ياخد الاطفال من في الاغلبيه العظمى ما بيعرفوش ياخدوا الاطفال الا لو الاب بقى ايه خد الاطفال بطريقه غير شرعيه. فاصبح ان احنا دلوقتي لو مريتي شفتي حضرتك من سنه 2000 ل 2017 17 سنه انتج عندنا جيل غير 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 منضبط تماما غير سوي لان هو ناشئ كمان. في غير حياه نفسية. غير طبيعيه. سياده الرئيس طلع دلوقتي بيقول لك احنا عايزين نواجه الطلاق وارتفاع نسبه الطلاق. او انا هواجه نسبه ارتفاع نسبه الطلاق دي ازاي؟ طب اللي بابا بيحصل ايه؟ يعني صح. ايه اللي بابا بيموت؟ اللي بابا بيموت مين اللي بيربيه؟ والده مش موجود مات. ما ده امر اخر. ما هي مامته برضه هي اللي متوليه امره ده في ناس ابهاتهم بيموتوا بيطلعوا دكاتره ثواني بس بيطلعوا دكاتره بيطلعوا مهندسين ودي حالات حقيقيه. تبقى الام هي اللي دافعه دم قلبها على تعليم ابنها. ده في منهم بيتكرموا امهات مثاليات بتبقى هي اللي ربت ابنها وبنتها وطلعتهم احسن ناس في الدنيا. وبتبقى ابهاتهم متوفيه. طيب انا هسمع راي استاذه شريفه برضو معايا اتصالات كتير على التليفون. مين يا شباب؟ رانيا انت رجعتي مره تانية اتفضلي يا رانيا. معلش يا استاذه منى بس اديني فرصه اتكلم بعد اذنك. اتفضلي يا رانيا اتفضلي. بالنسبه اللي بيتكلموا عن الاب المظلوم لما الاب ياخد بنته وهي بترضع وعمرها 6 شهور وياخدها ببلطجه وبطريقه اصلا لا تليق لا شرعا ولا قانونا تمام عشان بس خاطر ان هو ليه علاقات في اسم على الدين واجيب قرار تسليم ما عملوش ليا حاجه عمل لي اسقاط حضانه واتكلم عليا اوحش الكلام وسوق سمعتي للدنيا كلها وربنا كرمني وخدت الحضانه الحمد لله. يعني انا معايا قرار تسليم ومعايا حضانه واسم على الدين مش عايز يتحرك لمجرد ان علاقاته كويسه باسم على الدين. وانا واحده من المنصوره انا مش من القاهره. انا بناشد السيد وزير الداخليه بناشد السيد رئيس الجمهوريه انا عايزه بنت 3 شهور ما عرفش عنها حاجه. 3 شهور ما عرفش عنها حاجه. طفلة عندها 6 شهور. لا قوة إلا بالله. ده يرضي مين؟ أنا عايزة أعرف يرضي مين؟ لما طفلة تكون بترجع وتتحارب من مامتها ده يرضي مين؟
وابنه الكبير اللي مراته الاولانيه شارك معاه في خطف بنتي، ما بيجيبوش ابنه ليه؟ طب انا دلوقتي هوجه نداء بس طبعا للسيد وزير الداخليه والست اللي هو طارق عطيه، يعني بعتقد ان هو متابعنا دلوقتي، متحدث لوزاره الداخليه، المتحدث الاعلامي لوزاره الداخليه. يا سياده اللواء، احنا عندنا استغاثه من ام، بصرف النظر بقى عن القانون الجديد ولا القانون الحالي، احنا عندنا استغاثه من ام يعني بقى لها 3 اشهر دلوقتي، بنتها اللي عندها 6 شهور مش عارفه تشوفها، وهي بحسب كلامها انه الاب يعني تحالف مع حد في اسم عبدين وقدر ان هو يحرم البنت من امها بالطريقه دي، فده ما يرضيش ربنا يا فندم. يعني أرجوك ده رجاء شخصي بس، يعني وحضرتك ممكن تبقى أب طبعا وفاهم، أرجوك لو سمحت تتواصل معانا وتاخد رقم رانيا، تعرف بس منها التفاصيل إيه، ولو ليها حق تاخده، احنا رقمها معانا. ربنا معاك يا رانيا، وطمن قلبك على بنتك يا رب. يا محمود اتفضل. هند اتفضلي يا هند. ألو. اتفضلي يا هند. ايه صباح النور. بصي انا عايزه اتكلم، بس هو مفيش مشكله في النزول بالسن وكده، اوكي 15 سنه، مع ان احنا عندنا الاطفال دلوقتي بقوا فاهمين كل حاجه وعارفين كل حاجه من 9 سنين ومن اصغر من كده، بس تمام 15 سنه. يعني انت شايفه ان السن دلوقتي ده مش مشكله، لانه بقى فيه تمييز ووعي من الاطفال غير اطفال زمان، غير الجيل اللي فات واللي قبله كده. طيب تمام، بس الفكرة في الأم، يعني أنت اخترتي من الأول الراجل ده وخلفتي منه، ليه بقى دلوقتي جاية تحاربي وتعملي مشكلة؟ مش قاعدة يا هند، مش قاعدة ابنك، يعني ممكن تتجوزي هند ويطلع ويخونها، ممكن يتجوز ويطلع بياخد مخدرات، بيكذب، بيقل ادبه، وبيضربها. اختيارها من الاول، هي كانت تعرف منين؟ خلفت منه. يعني هي لو كانت عارفه يا رانيا ان هو يا هند ان هو هيبقى سيء، كانت هتتجوزه من الاول، زي ما في راجل ممكن يتجوز ست شافها في الاول احلى عروسه في الدنيا، وبعد الجواز اتبدلت بقت شخصيه نكديه وعصبيه وبتكذب عليه، ولا في امهات بيسيبوا عيالهم لابهاتهم وبيهربوا. انا عندي ناس فعلا بنت مش عارفه امها شكلها عامل ازاي ولا اسمها ايه ولا اي حاجه، وعايشه مع ابوها من وهي صغيره لحد دلوقتي، ما تعرفش حاجه عن امها اصلا، وابوها ولا اتجوز ولا عمل اي حاجه، وقاعد بيربي في بنته. طيب يا هند، في حالات سيئه من الستات وفي حالات سيئه من الرجاله. طيب يبقى هند بتشوف انه لازم نختار صح من الاول علشان ما نوصلش للمرحله دي. محمد اتفضل. محمد، طيب مين يا شباب؟ مين؟ اتفضل يا محمد. الو، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس انا طبعا بشكر حضرتك على البرنامج وعلى الموضوع اللي حضرتك تفضلي بيه وحاجه محترمه فعلا. الله يخليك. فبس انا طبعا زي ما حضرتك تفضلتي ان في ام بتبقى وحشه واب بيبقى وحش، طبعا يعني واحد بيسيء للامكانيات اللي بيديها له القانون، وفي واحد بيستخدمها استخدام صح. بس احنا بنتكلم في حاله مثلا زي الحاله اللي عندي بالظبط، اني كنت متجوز صيدلانيه دكتوره، النهارده اتجوزت واحد تاني، هي بقى تنزل شيفت الصبح وتنزل تشتغل الصبح، وبتسيب بنات الاثنين مع الراجل ده قاعد في البيت، وطبعا انا مش قادر اخد الاولاد علشان امها ساكنه معاها في نفس البيت، فطبعا ما اقدرش اخدها الاسم ان هي في حضانه امها، لكن هم بالفعل قاعدين معاها في الشقه اللي فوق. معايا حضرتك؟ طيب انا بشكرك يا محمد جزيل الشكر. طارق اتفضل يا فندم. يا فندم، مع حضرتك فندم. اتفضل يا فندم. أنا بس كنت حابب أعمل مداخلة مع حضرتك بخصوص موضوع الاستضافة. أنا مش هتكلم كتير عن الموضوع الشخصي، لكن أنا بقالي أكتر من سنة 3 شهور 13 شهر بالظبط ما شفتش أولادي. عندي بنتي عندها 7 شهور اتولدت وأنا ما أعرفش، وعرفت بعدها. يعني إيه يا فندم؟ إزاي بقالك سنة؟ إزاي بقالك سنة وما شفتش؟ المدام لما مشيت كانت حامل في بنتي الثالثة يا فندم. لما انفصلت عن مراتك كانت حامل. بالظبط يا فندم، كانت حامل وما عرفتش حتى السكس بتاع الجنين ايه غير بعد ما ولدت بشهر، يعني تمام يا فندم، اروح اعرف اسم بنتي من السجل المدني، ولما اجي النهارده عشان اغير اسمها يقولي لي لا مش من حقك، الام لازم هي اللي تكون موجوده معاك عشان تعمل اقرار. احنا يا فندم ايه مشكله الاستضافه؟ ايه مشكله الاستضافه يا فندم؟ هل الاستضافه خوف؟ هم خايفين من ايه؟ نبكي سبب مقنع يا فندم. خايفين ان احنا نخطف اولادنا؟ طيب يا فندم، هو مين اللي بيخطف؟ هو مين اللي بيخطف؟ اللي بيخطف اللي ماشي صح ولا اللي ماشي غلط؟ اللي بيخطف انا النهارده لو قاعد، انا اسف في المثل، لو قاعد في مطعم
في مطعم شعبي وباكل حاجه فيها لحوم وفي قطه قاعده جت جنبي واديتها حته من اللحمه دي هتاخدها وتاكلها وهي قاعده جنبي، لكن لو خطفتها هتخطفها وتجري. هو ده اللي بيعملوه، هما ده اللي خايفين منه. دايما اللي بيخاف يا فندم هو اللي ماشي غلط مش اللي ماشي صح يا فندم. احنا عايزين نربي ولادنا ودي مش تهمه يا فندم ولا جريمه. مفيش انت استاذ طارق انا انت صحيح اللي انا سمعته ده؟ انت بتكلمنا منين دلوقتي؟ اه يا فندم صحيح. انت بتكلمنا منين دلوقتي؟ انا بكلم حضرتك من الشارع يا فندم، لان كنت متابع حضرتك وجات المدام لان رفع عليا تسجيل قايمه منقولات جم ودلوقتي عايزين ينفذوا عليا، دلوقتي عايزين ينفذوا عليا وانا واقف في الشارع والقوه موجودين حواليا كلهم، وممكن اصور لحضرتك المنظر ده، لكن انا مش عارف. انا للاسف كنت قاعد بتابع حضرتك وحاولت اعمل مداخله وعملت مداخله ده. انا عليا يا فندم حكم سنتين حبس بقايمه منقولات والمدام لسه على ذمتي. تحب اقول لحضرتك حاجه يا فندم كمان مش هتصدقيها؟ الحكم ده انا خدته يوم 22/9، في نفس اليوم وفي نفس السنه بنتي اتولدت. انا عايز اتخيل نفسيه المدام عندي ام اولادي وهي بيتقال لها خبرين في اليوم، خبر انها خدت سنتين حبس عليا وخبر انها ولدت بنت. انا هتفرح بايه؟ هتفرح بالحبس ولا هتفرح بالبنت؟ هي يا فندم الام اللي عايزه تحبس زوجها او ابو اولادها بسبب انه ما بيدفعش نفقه او بسبب تبديد قايمه منقولات اللي هي اغلبها بيبقى عند وتعنت من الزوجه، هل هي بتضر؟ تعالى يا فندم نحسبها، هل هي بتضر جوزها؟ هل هي بتضر جوزها ابو ولادها؟ بالعكس، ابنها ده لو كبر يا فندم وجه يعمل النهارده يقدم في كليه عسكريه اول حاجه بيستعلموا عنه اهله، هيعملوا استعلام امن عنه، لما يلاقوا ان ابوه كان محبوس او عليه حكم هل هيقبلوه؟ هي يا فندم للاسف انتقمت من اولادها، ما انتقمتش ابدا من زوجها. يا فندم ايه مشكلة الاستضافة؟ نفسي حد يديني سبب مقنع للاستضافة. الصحاب سن الحضانة، هل الاستضافة يا فندم؟ صحابة يا فندم والشرع بيقول ان الاب يستضيف ابنه بالنهار ويبات مع امه بالليل، ده الشرع وده الاسلام، ومحدش يقول لي انت مش راجل دين، انا مكلف ان انا اعرف ديني ومكلف ان انا اقول اللي انا عرفته عن ديني، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. انا بشكرك. خدوا نصف دونكم عن عائشة. سن الحضانه ايه مشكلته؟ احنا كنا لحد سنه 85 لحد سنه 85 بنعمل بسن الحضانه. بشكرك يا استاذ طارق، جزيل الشكر على اتصالك، ربنا يصلح لك الامور كلها يا رب. طيب انا بس خلينا نطلع عايز ارجع هنطلع فاصل ونرجع نكمل النقاط الاخرى في باقي المواد في هذا المشروع، ونسمع راي حضراتكم ونتابع الحديث مع ضيوفنا الكرام بعد هذا الفاصل. يعشق الآيس كريم الشهي وبالأخص الأطفال، خاصة في فصل الصيف وعند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، ولكن الآيس كريم في الأسواق يحتوي على سكر، دهون، مواد حافظة والعديد من الألوان الصناعية. يمكنكم الاستمتاع بالآيس كريم الذي تحبونه ويحبه أطفالكم بجميع النكهات الطبيعية بكل سهولة. يوناناس هي أفضل طريقة لتسمح لك بتحضير آيس كريم الأسرة الجديدة. أنا شايف أنه قانون كويس وأحسن من القانون القديم، على أساس فترة الحضانة مع الأم بتبقى 9 سنين، فحتى لو الولد أو البنت قعدت معايا بعد كده تكمل مثلا مع الوالد، ما يبقاش الفترة فترة كبيرة. مش حلو، لأن هي الأم هي اللي بتربي، الأب بيبقى في شغله، هيسيبه مع مين في البيت؟ يعني هي بتبقى فضياله، بتذاكر له، بتتابع، اما الاب هو بيروح شغله وهيسيبه مع مين؟ لا طبعا، تقليل مده الحضانه ما كده يعني حرام.
انا شايفاه ان هو مش حلو. طبعا المفروض ان هو الطفل بيفضل مع امه لفتره معينه. كان 15 سنه حلو جدا، لكن اقل من كده صعب. القانون القديم احسن من القانون الجديد. ليه؟ لان حضانه الطفل لم يكتمل نضوجته الا بعد ال 15 سنه، ده عشان يبقى الطفل مدرك. لكن احنا اصلا مش محتاجين لا قانون جديد ولا قانون قديم. احنا عايزين ان الاب والاسره والزوج والزوجه يكتملوا تمام الاكتمال حتى لا يضيع الاطفال دي، حتى لا تشرد هذه الاطفال. لا مش كويس ده، لا، عشان الاب مش هياخد باله من ابنه ولا من بنته زي الام. الام هي بتبقى يعني واخده بالها من عيالها في كل حاجه. افرض ان ابوه متجوز واحده غير امه، هل مرات الاب دي هتخلي بالها من العيل او العيله زي الام؟ لا مش زي الام. لا هو القانون الجديد كويس ان الابن لازم يتعرف على والده اكتر من يعني اكتر فتره ممكنه، ان هو مش ياخده من وهو عنده مثلا 15 سنه ان هو يعيشه عنده. طب ما انا عايز اعرف طبع ابني ايه، وانا عايز اعرف طبع بابايا ايه مثلا. فهو القانون الجديد ده كويس. القانون الجديد احسن، 9 سنين احسن من 15 سنه، لان 15 سنه ديت وشوف الطفل بتاعك مثلا لما اخذ ساعه ما ينفعش، ساعه واحده ما تكفيش. وبعدين يعني هو كده كده اصلا حضانه بتبقى مع الام بعد 15 سنه، وبعد 15 سنه ياخدوا الاب ويربيه. لا القانون الجديد طبعا لابد من تفعيل القانون الجديد حفاظا على العلاقه السويه بين الرجل وابنه او امه. طبعا ده تعديل كويس جدا عشان خاطر الطفل يقدر يشوف ابوه اكتر فتره ممكنه، بيدي مساحه كويسه ان يحصل الفه بينهم، وده المفروض المطلوب من الاسره. القانون الجديد احسن عشان مبدئيا ما ينفعش هو يعيش 15 سنه مع امه وبعد كده فجاه يروح لباباه اللي هو اصلا ما يعرفوش، ممكن يكون ما شافوش ال 15 سنه اصلا، فده هيبقى يعني هيعمل له هو حاله نفسيه فظيعه. ده غير ان المفروض ان هو الاب وجوده اساسي اساسا ايا كان الاب. يعني هو في اباء كتير هنا عندنا مش كويسين، بس ده بيفرق، يعني وجوده بيفرق. القانون الجديد علشان انا كده بوفى ما بين الاب وما بين الام، بخليه يشوف يقعد مع الام وبخليه في نفس الوقت يشوف الاب، مش بحرمه من الاثنين ولا بخليه يقعد مع ده 4 ساعات، مش بحدد له وقت، انا بخليه ياخد حريته ان هو يقعد مع ده ويقعد مع ده بس. أنا بشكر زميلنا العزيز مراسل صباح دريم عمرو موسى على هذا التقرير. دي بعض آراء الناس في الشارع مع وضد، واللي مع ليه واللي ضد ليه. أما آراء الناس بقى على صفحة صباح دريم على فيسبوك، الحقيقة عندي كم كبير جدا من التعليقات. أمنية صالح بتقول حضراتكم بتقولوا نعم على الاستضافة، في أطفال مأزية صدقوني لما يبقى أب عديم الاحترام والأخلاق، مدمن مخدرات وغير مسؤول حتى على نفسه، أنا إزاي أمنه على عياله؟ أنا لو بنتي خرجت يبقى روحي قبلها. لا 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 لقانون الاستضافة. مصطفى علي، اللي بيحصل في مصر ده مش موجود في مكان تاني على كوكب الأرض، إن أب يمنع من رؤية وتربية ابنه لأسباب خرافية وهمية. دكتور أيمن محمد البيومي، عاوزين شرع الله. أميرة سمير أميرة، لا للاستضافة، لا للاستضافة، أب إيه اللي يستضيف أطفال وهو رميهم لا بيسأل ولا بيتكلف بمصاريف ولا نفقة. أحمد عطوة، أعتقد أن مشروع قانون الوفد المقدم لمجلس النواب عالج القصور الخطير في قانون الأحوال الشخصية الحالي وخاصة موضوع الرؤية. المجحف الحالي، القاطع للرحم. أحمد حامد، عيب على الدولة أن الأب يرفع دعوة تقعد سنة واتنين عشان يشوف ولاده في نادي. طبيبة الأسرة، حتى الأطفال بعد انفصال ولديهما أو وفاة أحدهما وزواج الأب أو الأم العايش على قيد الحياة يجب أن تتولى جهة مختصة بمتابعة ورقابة استضافتهم ومن يتواجدوا برعايتهم. عندي تعليقات كتيرة قوي الحقيقة قوي، يعني أنا بس في نهى نصر بتقول والله القانون ده معمول لابتزاز الأمهات عشان يتنازلوا عن نفقة الطفل اللي هي 300 جنيه، ده إحنا في مهزلة. وبتقول استضافة إيه، عايزين تاخدوا ابني تدوه لمرات أبوه تبهدلوا، أنتوا بتتكلموا في موضوع منتهي ومش هيحصل لا للاستضافة. فضل. نرجع للتخوفات تاني اللي الكل بيخاف منها، والنقطة الجوهرية بتاعت الأب ما بيصرفش على أولاده ما يعرفش حاجة عنهم ونقول له استضافة. لا، حضرتك اللي ما بيصرفش على أولاده ما يعرفش حاجة عنهم
ده يشوف حلمه ودنه ومش هيشوف اطفاله، ده حقها. ده بالقانون، ده بالقانون عندنا. ايه اللي ضامن لي في القانون؟ ما انا بقول لحضرتك يعني كل ما اجي اخش اتكلم في الحته دي الاقي خناقه قامت كده. لا ما فيش خناقات، احنا اتفقنا في الفاصل ما فيش خناقات. اتفضل. فهرجع اقول لحضرتك تاني، القاضي بيناقش الطرفين وبيسمع من الاثنين، بيشوف اذا كانت الام ابدت اوجه اعتراض جديه، بناء عليه بتترفض الاستحاب وبنصبح امام الرؤيه. انا بسال حضرتك تمام. ايه في مشروع القانون اللي عندك على الايباد ده اللي بيقول انه لو ثبت انه الراجل ما بيصرفش وبخيل وممكن ياذي الولد وكذا وكذا لا تطبق عليه الاستحاب؟ لا تطبق عليه. نص الماده بيقول ايه حضرتك في الفقره الاخيره؟ كما حق للطرف الحاضن رفع الامر للقاضي لاسقاط الحق في الاستحاب. ده انا خلي بال حضرتك بقى، ده انا بقول لك لو هي لو هو كمان خد الاستحاب واصبح غير اهل ليه، اذا بدر من صادر لصالحه الحكم ما من شانه الاضرار بمصلحه الصغار والامتناع عن سداد النفقه المقرره او اتفاقا او بحكم نهائي يسقط الحق في الاستحاب. ماشي. اذا انا هنا ربطت الحق بالاستحاب والاستضافه بالنفقه، ده رقم واحد. رقم اثنين بقول برضو في المادة ايه اوضح لحضرتك بس بقيت اوضح نقطة تانية بس ثواني قبل النقطة التانية يا فندم، بس انا لسه في النقطة الاولى. اعرف قانونا من الاستاذ المحامي ضيفنا كريم، هل الربط ده يضمن للطفل حقه؟ لا يا فندم ما يضمنش. اقول لحضرتك ليه؟ ليه؟ لان المسألة الجوهرية اللي في الاستضافة هي تخوف الامهات من عدم تنفيذ الاحكام بتسليم الصغير مرة تانية. تمام. لان احنا ما عندناش او التنفيذ ضعيف عندنا، يعني هو القانون معاقب ان هو لو خد الطفل وما رجعوش هياخد 6 شهور. لو قلنا لو هيدوله 10 سنين انا مستفيد ايه طالما الحكم ما اتنفذش؟ تمام. ثانيا انت حضرتك من اول لحظه في اللقاء بتاكد انه طبعاً. المشكله في تنفيذ الاحكام. المشكله مش في القانون على قد ما في التنفيذ. العقوبه ممكن تكون شهر راضعه بس لو اتطبقت، و10 سنين غير راضعه، مش هتطبق. الدليل على كده حضرتك ايه؟ ان احنا عندنا في مصر الاتجار في المخدرات بيوصل لاعدام. هل عندنا في مصر ما فيش اتجار في المخدرات؟ عندنا صح. طيب تاني حاجه رابط الانفاق بالاستحقاق. تمام. احنا اصلا عندنا مشكله في النفقه. ازاي؟ الام بترفع، الاب بيتلاعب بالدخل، يطلع لها حكم 200 جنيه يدفع 200 جنيه وياخد الاستحقاق، يبقى هو كده بينفق. وساعات بيستأنف فيهم مش ساعات، ده 100% بيستأنف فيهم. قادر او مش قادر بيستأنف فيهم. لازم يستأنف حتى لو 200 جنيه. وبعدين اقول لحضرتك على حاجه. نفترض دلوقتي ان الام والطفل في محافظه والاب في محافظه تانية، الاستضافه هتتم ازاي؟ كل اسبوع الطفل هيفضل يسافر رايح جاي؟ طب رايك ايه يا استاذه شريفه في النقطه دي لانها نقطه محوريه؟ لو الاب في محافظه والابن في محافظه تانية، ما دي هتبقى صعبه برضو. صعبه ليه يا فندم؟ ما هو الاب بيجي من المحافظه عشان يعمل الرؤيه. هي ايوه الاب مش الطفل، كان كده الطفل اللي هو الاب يجي ياخد ابنه. ده هيجبر الام ان هي تودي الطفل لابوه، يعني أيوة. يعني هي اللي تسافر بيه بقى من محافظه لمحافظه. الاب يجي ياخد الاب يجي ياخد يا فندم الاعتراض. ما هو الطفل هيبدا كل اسبوع بيسافر رايح جاي، مش هتفرق، مفيش استقرار ايا كان يا فندم. يعني هو مع ابوه في النهايه. اقول لحضرتك على حاجه يعني هو مع ابوه. الرؤيه الناس معترض عليها ان هي بتتعمل في اماكن غير ادميه. تمام. الاستضافه هيتسلم في نفس الاماكن غير الادميه دي برضه، يعني الطفل هنروح نسلمه في مركز الشباب عشان الاب ياخده ويرجعه على مركز الشباب تاني تحت بقى اشراف من شرطه الاسره اللي لسه هيعملوها، واخصائي نفسي واخصائي اجتماعي من المحكمه. فكل الحاجات دي ما تاثرش نفسيا على الطفل؟ لا تاثر طبعا. بعدين مش المشكله في الاب اللي هو في محافظه وابنه في محافظه، المشكله في الاب اللي له جنسيتين كمان. اه طبعا. عندي حالات نسبتهم قليله قوي يعني. لا 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 عندي كتير. اتنين، واحد واخد الجنسيه الكويتيه والجنسيه المصريه. واحد واخد الجنسيه الصينيه والمصريه. ده لو خد استضافه هيعمل يروح الصين من حاله يسافر بيه. ايوه الصين يطلعه بره مصر. يروح بأي حته بقى يطلعه بره مصر. بره مصر. يروح بالصين بلده. مشكله. طيب انا معايا مين يا شباب؟ منى القاهره، اتفضلي يا منى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ايه والله يا ابلة، انا اخويا اللي عنده مشكله عايز يحكيها، اسمه محمد. طب سريعا والنبي يا منى، اتفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير على ضيوفك، وانا سعيد جدا بالحلقه الجميله دي. شكرا. والله حضرتك انا دلوقتي انا مطلق مراتي بقالي 8 سنين. بقالي 8 سنين ما شفتش ابني ده ولا اعرف عنه اي حاجه.
ولا شفته وكل حقوقه واصله له، نفقته بتوصله. جيت في المحاكم لو في اي حد من الحضرات اللي عندكم عايز يناقشني في اي حاجه انا موجود، انا ما عنديش مشكله، اي سؤال ممكن يتوجه لي انا ممكن ارد عليه. طب استاذ علي، استاذ علي المحامي عايز يناقشك يا استاذ. معاه طيب ثواني خليك معايا اتفضل يا فندم. طيب هو ليه حضرتك ما رفعتش اسقاط حضانه؟ رفعت. وبعدين تعبانه، الواد تعبان، مسافره، مش موجوده، مش هنا. ايوه انت هتسقط عنها الحضانه. انا نعم، ما انت حضرتك هتسقط عنها الحضانه. هو اسقاط الحضانه ليه علاقه بحالته الرؤيه؟ مش ولا حضانه ولا اي حاجه. انا لو ما نفذتش الرؤيه يرفع دعوى اسقاط حضانه عنها. سمعت يا استاذ محمد؟ والله العظيم ثلاثة قسما بالله بقالي 8 سنين ما شفت ابني ولا اعرف شكله ايه. ايوه ايوه حضرتك ارفع اسقاط حضانه، ارفع اسقاط 8 سنين. عمر ما فيش قضيه في الدنيا احوال شخصيه تقعد 8 سنين، حضرتك ممكن ترفع اسقاط حضانه. انا رفعت قضيه. بص انا رفعت، انا كنت مسافر الامارات وجيت وكان عليا متجمد وسددته ونفقته بتوصل له. طيب يعني حضرتك ما كنتش موجود في مصر اصلا؟ مش 8 سنين ما انا جيت مصر، انا بقالي 5 سنين في مصر دلوقتي. انا بقالي 5 سنين دلوقتي في مصر. طيب تمام، اسقاط الحضانه حصل فيها ايه؟ ماشي، انا القاضي اداني ان انا اشوف ابني، اداني رؤيه. دي الرؤيه، دي دعوه رؤيه، دي دعوه رؤيه. في حضرتك ممكن ترفع دعوة اسقاط حضانه لعدم تنفيذ حكم الرؤيه. روح عندهم، مش موجوده، مش هنا يا استاذ محمد. يا استاذ محمد بس في قانونيا كده، بس حاجه عايز يشرحها لك استاذ علي. انت بتاخد الاول حق الرؤيه، لو هي ما نفذتش حق الرؤيه ده انت بيبقى من حقك ترفع قضيه اسقاط حضانه. والله العظيم رفعت ولا شفته. وعارفه يا استاذه انا ما بيني وما بين طليقتي 5 شوارع. اتحكم فيها بايه طيب اسقاط الحضانه دي؟ لا انا ما حضرت، انا لسه ما رفعتش اسقاط حضانه. طيب بصراحه حضرتك اللي مستني 5 سنين بقى، يبقى المشكله مش عندهم. سيب رقم تليفونك. طيب ممكن استاذ علي مشكورا بس يوجهك ينصحك تعمل ايه بعد اذنك يا استاذ محمد. حاضر. احنا كنا في موضوع السن وموضوع الانتقال، وهما في تخوف هنا في بس هي قالت نقطه مهمه جدا، موضوع الجنسيه الثانيه. لو الاب معاه جنسيه ثانيه ممكن يسافر بالطفل يعيش بيه في البلد الثانيه اللي هو صاحب جنسيتها. تمام، هتعملوا ايه في النقطه دي؟ في برضه في نفس الماده بتاعت الاصطحاب بنقول في جميع الاحوال يحق لاي من الطرفين طلب وضع الصغار على قوائم المنع من السفر خشيه من اصطحاب الصغار في البلاد. في ناس بترد وتقول لو انا عملت منع من السفر هيسافر بجواز بالباسبور التاني. حضرتك ام، حضرتك اب، ايا كان، اصل وارد ان الاصطحاب ده يكون بينفذ عند الام او عند الاب لاي ظرف. فيقول لك ما هو هتمنعه وهيسافر بالباسبور التاني. حضرتك يعني ما تعرفش انه معاه باسبور تاني فتطلب منع السفر على الاثنين؟ خلاص. واللي بيهرب جوه البلد، الموضوع واللي بيهرب جوه البلد، جوه البلد بقى حضرتك لما انا اوضع عليه عقوبه زي ما احنا حاطين في القانون وغرامه ماليه ويصبح ان هو هربان بالطفل، لان هو بمنتهى البساطه حضرتك لما ياخد حكم حتى لو ما تنفذش هيفضل طول عمره هربان، وقف في كمين اتكشف عليه يلاقي عليه حكم هيتنفذ عليه. ده موضوع بمنتهى البساطه. وعايزين نفصل ما بين الخطا في تطبيق القانون وما بين الفساد الاداري وما بين فشل الاجراءات وما بين نص قانون مقترح حاليا. احنا دلوقتي بنحط قانون بنعالج فيه امور، في مشكله في اليات تطبيق ده امر اخر. طيب احنا مشروع قانون دلوقتي انتوا خلاص دخلتوه برلمان؟ دخل هو برلمان؟ هو حاليا دخل برلمان. اللجنه التشريعيه واللجنه الدينيه، اللجنه المشتركه قدامهم دلوقتي. لسه في مرحله الدراسه، لسه في مرحله الدراسه، لان في مشروعات قانون اخرى جايه، يعني مجلس الوزراء هيقدم، مجلس القومي للمراه هيبعت، كل ده الاحوال يعني الشخصيه. وهم يعني فلتروا كله ويستقروا على يطلعوا بقى بالقانون النهائي، المجمل النهائي. المجمل النهائي. انا عايزه كلمات اخيره من حضراتكم. استاذ ايمان اتفضلي. بتكلم كلمه اخيره. طيب دلوقتي انتوا بتقولوا سن الحضانه عايزين تنقلوها من الام للاب. لا حاله وفاه الام لا ده طيب. حاله وفاه احد الطرفين تنتقل الحضانه للطرف الاخر. ده اتنين عايشين. وأم الأم لا. ام الام لا. ايوه دول اتنين عايشين. طب لما واحده بتطلق بتروح تقعد فين؟ لما الست بتطلق. انا ماليش دعوه بالطلاق، انا بتكلم ان دلوقتي زوج وزوجه عايشين حياه طبيعيه جدا توفاها الله. ده الحياه الطبيعيه مش متطلقين. ايوه يا فندم حضرتك بتقولي توفوا، انا ماليش دعوه بالوفاه. لو هي مثلا بتكلم على الزوجه، الزوج الولد يروح للاب. الزواج القائم حاجه، واذا كان في طلاق ما خلاص اوريدي هم مروا بالمرحله دي،
ماتت قعدت الوضع خلاص هيبقى استاذه شريفه كلمه اذا كانت الحضانه مع ام الاب مع ام الام ليه اتعمم ليه قانون الاستضافه ده اتعمم طالما في حالات رفض وحالات قبول ما هو اي قانون يا يعني فندم في حالات رفض وقبول يعني اي قانون لا يا فندم يعني في دلوقتي لما كنت بطلع في اي برنامج اقول لهم الاب بيعمل كذا يقولوا دي حاله فرديه دي حاله فرديه طب ما هو الحالات الفرديه دي ما اغلبيتها بتطلع على الاعلام وبتشتكي طيب استاذه شريفه كلمه اخيره من حضرتك يعني حاجه تحب تقوليها بخصوص هذا المشروع مشروع قانون اول حاجه الطلاق ده حق مشروع من ربنا سبحانه وتعالى لا راجل يعاقب عليه ولا ست تعاقب عليه ولا طفل يعاقب عليه ولا اسره صح تاني حاجه اتوجه بجزيل الشكر للنائب حسان غريب نائب دايره جنوب سيناء لوقوفه في وش اي ظلم تالت حاجه اتمنى من البرلمان الموقر العمل على عوده الاسره المصريه لمصريتها وترابطها لان ما اصبحش عندنا اسره مصريه بشكر. وبالنسبه للنفقات حضرتك ده دفتر الشيكات لا دي موضوع شخصي يا فندم بقى تاني احنا قلنا مفيش موضوع شخصي اي اب محترم هو ده هيصرف على طيب انا استاذ علي كلمه اخيره من فضلك انا عايز اقول لحضرتك على حاجه احنا مش ضد ان الاب يشارك في تربيه ابنه او يستضيفه او اي حاجه بس لازم ده يبقى موافقه الحاضن والمحضون تمام موضوع الرؤيه احنا ممكن نحله ازاي احنا عندنا تقريبا انا وقتي انتهى بس ثواني ثواني اتفضل احنا عندنا في مصر تقريبا تلت السنه اجازه ممكن نزود عدد ايام الرؤيه زي ما كانت ايمان بتقول عدد ساعات الرؤيه عدد أيام. مرات الرؤيه لكن ما يبقاش يعني الجمعه في عيد اكتوبر في عيد الاضحى كده بالظبط طيب انا بشكر حضراتكم جزيل الشكر وانا هستاذنكم انه بما انه هذا المشروع يتم دراسته الان بالفعل داخل اللجنه التشريعيه والدينيه بمجلس النواب وفي انتظار مجلس الوزراء ايضا ليقدم اقتراحاته فاحنا ايضا في صباح دريم سنعاود طرح هذه القضيه مره اخرى الاسبوع المقبل ان شاء الله بنوعد بيه كل الناس اللي على صفحتنا والتليفونات اللي جت ما عرفناش نجاوب حاضر باذن الله الاسبوع القادم انتظرونا في استكمال هذا الحوار المجتمعي اللي بعتقد انه مهم جدا لانه صناع القرار بيسمعوا من الناس اللي في الشارع بيسمعوا من الناس